يعني مش كل اي سي جي هيجي في اس تي اليفيشن العيان ده هيبقى استيمي ومحتاج ياخد ستريبتوكوينيز او يروح القسطرة، لا ممكن تطلع حاجه تانية خالص ليها مانجمنت مختلف تماما. فلازم نكون عارفين اشهر اسباب القلب، اشهر رسومات القلب اللي ممكن نلخبطها مع الاستيمي. واخيرا النون اس تي اليفيشن اكيوت كرونيك سيندروم اي سي جي، يعني هو مفيش بس غير الاس تي اليفيشن هو الاسكيميك تشينجز الوحيده اللي ممكن تحصل في رسم القلب، لا في تغيرات تاني كتير ممكن تحصل، سواء اس تي سيجمنت ديبريشن، يعني الاس تي سيجمنت اللي هو المفروض اتشرح في النورمال اي سي جي يا اما يبقى اليفيتد عن اللاين بتاعه يا اما يبقى ديبريست، او تشينجز في التي ويف. التي ويف اللي بعد الاس تي سيجمنت ممكن يحصل فيها تغيرات برضو تبقى اسكيميك تشينجز. دي الايتيمز المهمه اللي المفروض نطلع بيها النهارده، اهمها على الاطلاق هو الاستيمي اي سي جي، لان الاستيمي حاجه بتموت، ولو العين ما خدش ستريبت في وقتها او دخل القسطره في وقتها خلاص هيفقد جزء من المايوكارديوم بتاعه، هيعيش حياته كلها بسكار تيشو، يعني هيحصل تليف في الحته اللي كانت اسكيميك دي لان انت ما لحقتوش بدري، وهيتحول العين هارت فيلير، فقد جزء من كفاءه القلب بتاعته. طيب انا بس في الاول عايزاكم عشان تبقى دماغكم مرتبه تبقوا فاهمين في حاجه اسمها اكيوت كرونيك سيندروم اللي هو عيان الطوارئ اللي بيدخل عليا بتشست بين جايله دلوقتي او من ساعه او من ساعتين بس، اللي هو بيندرج تحت الاستيمي والنون اس تي اليفيشن اكيوت كرونيك سيندروم. اكيوت يعني من اسمها يعني حاجه كريتيكال دلوقتي، غير عيان الاستيبل انجينا او الكرونيك كرونري سيندروم او الاستيبل كرونري ارتري ديزيز اللي هو عيان بيقول لي انا بقالي 6 7 شهور بمشي بطلع السلم بيجي لي الام على الصدر، بس دلوقتي مفيش اي اكيوت ايفنت، بعمل رسم القلب ما لقيتش ستيمي ولا نون ستيمي وانزيمات القلب مش عاليه ومفيش تغيرات دي طرقت عليه في الايكو، فده عيان ستيبل كرونري ارتري ديزيز. هيعمل برضه فحوصات وقد يكون محتاج يعمل قسطره على طول، بس ده مش قصتنا قوي النهارده، انا قصتي النهارده على العيان الاكيوت اللي هو بتاع الطوارئ. اذا في النص لما اجي اقول هستعمل مصطلح ستيمي يعني اس تي اليفيشن ام اي يعني جلطه معاها اس تي اليفيشن في الاي سي جي، او نون ستيمي او نون اس تي اليفيشن اكيوت كرونيك سيندروم يعني جلطه او ذبحه ولكن مش معاها اس تي اليفيشن في الاي سي جي. اتفقنا؟ فخلينا النهارده احنا هنبقى في الاستيمي وفي النون استي ريفيشن اكيوت كرونيك سيندروم اللي هي اللي تحت اللي في النص مش موضوع النهارده، اللي هو عيان الاستيبل او اللي هو يعني بالمعنى العام او الدارج الكرونيك بيشنت، ده مش قصتي النهارده. الان ستيبل انجينا مع النون استيمي هما الاثنين تحت النون استي ريفيشن اكيوت كرونيك سيندروم، يعني اكيوت كرونيك سيندروم ولكن مش معاه استي ريفيشن في الاي سي جي. دي التغيرات اللي ممكن تحصل في رسم القلب وتندرج تحت الاسكيميك تشينجز. ايه اول واحده دي؟ نورمال اي سي جي، يعني عيان ممكن يدخل لي الاستقبال ويطلع في الاخر نون ستيمي الاي سي جي بتاعه ما فيهوش اي تغيرات خالص. اه ممكن عيان يخش لي بشست بين في الاستقبال تبكر عادي جدا، اعمل له رسم قلب ما الاقيش فيه اي حاجه، لا استي اليفيشن ولا استي ديبريشن ولا تشينجز في التي ويف ولا اي حاجه، في الاخر العيان ده ممكن يطلع نون ستيمي ويطلع هاي ريسك ويطلع محتاج يدخل القسطره. اذا اول حاجه عايز اطلع بيها من المحاضره ان النورمال اي سي جي دازنت اكسكلود اسكيميا خالص. مش معنى العيان جاي لك تشست بين تيبيكال وعنده ريسك فاكتورز كتير وعملت له اي سي جي لقيته نورمال ان انت مسموح ليك ان انت تروح، لا ومفيش داعي ان انت تساليه دلوقتي امال هنعمل له ايه، لان دكتور محمد مدحت المفروض يشرح الكارديولوجي امرجنسي غالبا الثلاث اللي جاي، فممكن في ثناياها يقول لكم عيان النون ستيمي ده بنتعامل معاه ازاي، بس مبدئيا على مستوى الاي سي جي نورمال اي سي جي دازنت اكسكلود اسكيميا. دي اول نقطه. تاني نقطه، ممكن الاي سي جي يكون فيه ستي اليفيشن اللي هي ستيمي ودي خلاص لا جدال عليها، نقول الديفينيشن بتاعها بالظبط بعد شويه، لانه يعني ايه اس تي اليفيشن؟ يعني ملي ولا نص ملي ولا ربع ملي ولا خمسه ملي ولا فليد واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ليها تعريف معين. ممكن يحصل اس تي ديبريشن، يعني الاس تي سيجمنت زي ما هو ممكن يبقى اليفيتد عن السطر بتاعه، لا ممكن يبقى ديبريسد كمان، او تي ويف تشينجز، التي ويف دي ليها مواصفات معينه. لو بقت هايبر اكيوت يعني زادت قوي عن المواصفات دي ممكن تكون اسكيميا، لو اتشقلبت بدل ما هي ابرايت بقت انفيرتد دي ممكن تكون اسكيميا، لو بقت بايفيزيك يعني حته منها بوزيتيف وحته نيجاتيف دي ممكن تكون اسكيميا. سودو نورماليزيشن باترن يعني ايه؟ يعني عيان كان جاي من بره برسم قلب نورمال تماما، قعدته معايا في الاستقبال شويه تابعه، بعد شويه حصل فيه تغيرات، بعد شويه اديته نيتريتس وكده رسم القلب رجع نورمال تاني، ده عيان يقلق. مش معنى ان هو رجع نورمال تاني ان انا ينفع اروحه، معنى ان في تغيرات مستمره بتحصل في رسم القلب ان العيان ده عنده اونجوينج اسكيميا، يعني في شريان بيقفل ويفتح، فده اسمه سودو نورماليزيشن، يعني نورماليزيشن كاذب انت ممكن تتخدع بيه وتروح العيان، بس لا ده كنايه عن وجود اونجوينج اسكيميا.
ده اختصار للكلام اللي انا لسه قلته، الاسكيميك تشينجز اللي ممكن تحصل ايذر على مستوى الاس تي سيجمنت ديبريشن او اليفيشن او على مستوى التي ويف. نورمال اي سي جي دازنت اكسكلود اسكيميا. كل شويه اعيد لكم الجمله دي عشان ما تنسوهاش. يقول لك انه حالات الجلطه بتبتدي بانه الاس تي سيجمنت بيبقى بادئ ان هو على السطر عادي، وبعدين لما الشريان بيبتدي يقفل تدريجيا الاس تي سيجمنت بتبتدي تعلى شويه زي بي كده. في البي هتلاقوا الاس تي سيجمنت بدات تعلى شويه لحد ما بتوصل للبيك بتاعها زي سي. المفروض في الوقت ده في البي والسي انت تشخص العيان بتاعك وتلحقه. يعني لما العيان يجي لك في وقت معين وانت تمس الاس تي اليفيشن وتروحه، لو راح للدكتور بعد يوم تاني وللاسف ممكن تكون فرصته في الريفاسكولاريزيشن ما بقتش موجوده. ليه؟ لان بعد شويه الحته اللي انقطع عنها الدم من المايكارديوم هتتحول لسكار تيشو، هيحصل فيها تليف ومش هتستفيد من الريفاسكولاريزيشن، ولان العين هيفقد جزء من المايكارديوم بتاعه، فهيتحول من عيان اسكيميا حلو كان ينفع افتح له الشريان بسرعه واعمل ريفاسكولاريزيشن للحته دي، لعيان اتحول لهارت فيلير المايكارديوم فقد جزء من كفاءته، فبدل ما كفاءه القلب كانت 60% او 55% تبتدي تنزل تبقى 40 و30% والعيان بتاعك يجيلك بمانيفيستيشنز بارت فيلير وما يبقاش في امل ان هو يستفيد من الريفاسكولاريزيشن. بعد شويه لما انت بتعمل العين ريفاسكولاريزيشن او لما ما بتعملوش وتروحه وتطنشه، بيبتدي الاس تي سيجمنت تنزل والتي ويف تبقى انفيرتد، واحتمال تظهر كيو ويف باثولوجيكال كيو. فالمفروض ان انا الحق العيان في وقت البي والسي وممكن الدي. افضل وقت اعمل فيه ريفاسكولاريزيشن للعيان هو بعد 48 ساعه من البيك بتاع التشست بين. يعني لو العيان قال لي البيك بتاع التشست بين كان امبارح، انا بتكلم هو في اول 24 ساعه والاي سي جي قدامي في اس سيجمنت اليفيشن، طبعا العيان ده هيستفيد لو دخلته القسطره. لحد اول 48 ساعه اوكي. بعد 48 ساعه للاسف لو العيان جالك ومعاه رسم قلب معمول من اول امبارح وفي كان في اس تي اليفيشن ومحدش لحق وقتها، انت ساعتها مش هتعرف تفيد العيان. طيب ايه هو الديفينيشن اكوردنج للجايد لاينز الاوروبيه بتاع الاس تي سيجمنت اليفيشن؟ يعني انا محتاج اس تي اليفيشن قد ايه وفي انهي ليدز بالظبط عشان اشخص ان دي ستيمي؟ انا محتاج اس تي اليفيشن اكتر من او يساوي 1 ملي متر. ملي متر يا ولاد يعني مربع صغير، المفروض المربع الكبير فيه 5 مربعات صغيره بالطول و5 مربعات صغيره بالعرض. انا محتاج بالطول اس تي اليفيشن اكتر من او يساوي ملي في 2 او اكتر من الليدز اللي بنسميها كونتاجيوس ليدز، يعني الليدز الاخوات. يعني ايه الاخوات؟ اللي هم دكتور محمد هتتكلم عليهم من شويه، اللي هم الليدز اللي بيعبروا عن نفس الوول اللي بتاخد نفس البلاد سبلاي، بمعنى انه 2 و3 و اي في اف دول اخوات، 1 و اي في ال و في 5 و في 6 اللاترال دول اخوات، من في 1 ل في 6 الانتيريور والانترو لاترال دول اخوات. لو لقيت اس تي ريفيشن في ليد 2 مع ليد 4 او 3 مش منطقيه شويه، يعني راجع نفسك قبل ما تشخص الاستيم. طب لو لقيت الاس تي ريفيشن نص ملي بس اللي هو مش قادر احلف عليه ان هو استيمي، انا هقول لك ما تروحش العيان، بس في نفس الوقت ما تديلوش ستريب بتاع الاي سي جي ده. بالمناسبه الستريبتوكوينيز اللي هو الدواء المذيب للجلطه بيعطى فقط على الاي سي جي بتاع الاستيمي، مش على الاي سي جي اللي فيه اس تي ديبريشن ولا انفيرتد تي ويف ولا هايبر اكيوت تي ويف ولا اي حاجه ولا ليفت باندر ولا اي حاجه من دي. استيمي فقط لا غير. فانت لو في وحده مثلا في مسافه كبيره اكتر من 120 دقيقه بينك وبين اقرب بي سي اي سنتر اللي هو سنتر بيشتغل قسطره ودعامه، المفروض ان انت في مكانك تبتدي ستريبت. لو بينك وبين اقرب بي سي اي سنتر اكتر من 120 دقيقه، لو اقل من 120 دقيقه خلاص ريفير العيان على طول. اذا انت محتاج في مكانك تشخص استيمي، لان ربما العيان يكون هيستفيد لو انت بدات له الستريبت. ما بديش ستريبت على نون ST elevation ECG. خلاص دي تاني قاعدة هنقولها النهاردة. أول قاعدة normal ECG doesn't exclude ischemia. تاني قاعدة الستريبتوكاينيز بيعطى فقط في حالات الاستيمي. تالت قاعدة لازم أحفظ الديفينيشن بتاع الاستيمي عشان دي أهم حاجة أشخصها النهاردة في المحاضرة. أكتر من أو يساوي 1 ملي elevation هو مربع صغير في 2 أو أكتر ليتس. يعني ينفع ليد واحد بس؟ لا. ومن الليتس الإخوات. طيب السؤال اللي بعده، انا بقول اس تي اليفيشن او ديبريشن مقارنه بايه؟ انت بتقولي لي اليفيشن او ديبريشن مقارنه بايه؟ هقارنه يعني بالسطر بتاع الكورنيه يعني؟ لا، عايز اقارنه بحاجه ايزو الكتريكال ما بيحصلش فيها تغير في الكهرباء. لقوا ان افضل حاجه نقارن بيها الاس تي سيجمنت هو التي بي
سيجمنت اللي ما بين التي ويف والبي بتاع السايكل اللي بعدها. هنا بيقول لك ما بيحصلش تغير في الكهرباء. واحد يقول لي طب ليه مش بالبي ار سيجمنت اللي هو بين البي ويف وبدايه الكي ار اس كومبلكس؟ ما احنا طول عمرنا عارفينها كده. بقول لك فعلا ده اللي احنا يعني بنعمله مجازا، بس الفكره ان البي ار سيجمنت متغير، يعني ممكن يبقى ديبريسد في بعض الحالات زي البريكاردايتس. البريكاردايتس بيحصل فيه بي ار ديبريشن. فانا لو قارنت الاس تي سيجمنت بحاجه هي اوريدي ديبريسد هقول عليه اليفيشن وهو مش اليفيشن. فانا عايز اقارن بحاجه ايزو الكتريكال طول الوقت، فالافضل ان انا اقارن بالتي بي سيجمنت. طيب حاجه اسمها ريسيبروكال تشينجز، يعني تغيرات معاكسه في الوول المقابل للوول اللي بيحصل فيه الاسكيميا، فبتحصل في صوره اس تي ديبريشن. فلو انا عندي انفيريور استيمي المفروض يحصل اس تي اليفيشن في الليدز اللي بتصور الانفيريور وول اللي هم 2 و3 واي في اف، واس تي ديبريشن في الليدز اللي قدامها اللي هي غالبا بتكون اللاترال ليدز مثلا، اسمها ريسيبروكال تشينجز. وجود ريسيبروكال تشينجز في الاي سي جي بيدعم عندي احساسي بتشخيص الاستيمي. يعني لو انا شاك ده استيمي ولا لا، ببص لقيت ريسيبروكال تشينجز هبقى متحمس اكتر ان ده غالبا استيمي مش بيريكاردايتس مثلا. طيب في قاعده تاني مهمه، وجود الكيو ويف او الباثولوجيكال كيو اللي هو تعريفها زي ما انتم شايفين اكتر من 40 ملي سكند في الديوريشن اللي هو بالعرض. 40 ملي سكند يعني مربع صغير بالعرض، طبعا اللي بالعرض ده ديوريشن، اوكي المربع الصغير ب 40 ملي سكند. انا بقول لك لو عدد اكتر من مربع صغير في العرض او اكتر من 25% اللي هي ربع الار ويف اللي جنبها، ساعتها بشخص ان دي باثولوجيكال كيو. هل احنا يعني دارج ما بيننا ان وجود باثولوجيكال كيو معناه ان العيان ده بقى اولد ام اي وطنش يا عم روح ده خلاص قلب كيوهات؟ اسمعوا كده في الاستقبال يقول لك ده قلب كيوهات. حقيقه مش كل باثولوجيكال كيو كنايه عن انها بقت اولد ام اي، حتى هم لغوا يعني لغوا المصطلح بتاع كيو ونون كيو ام اي والقصص دي. قال لك لا يعني مش الباثولوجيكال كيو اللي قرر بناء عليها العيان بتاعي يستحق الريفاسكولايزيشن ولا لا. لو العيان بتاعك جاي ongoing chest pain typical ما قلبش بهارت فيلير، لا هو يستحق ان انت تشتغل معاه وتدخله وتعمله ريفاسكولايزيشن. اذا عرفنا تعريف الباثولوجيكال كيو مجازا، اكتر من مربع صغير في الديوريشن و25% من الار اللي جنبها، وجود باثولوجيكال كيو لا يعني بالضروره ان العيان ده خلاص بقى اولد ام اي ولا يستحق الريفاسكولايزيشن. طيب ده مثال على باثولوجيكال كيو. متهيالي رسومات القلب ممكن تكون مش عارفه هتكون واضحه هنا كويس ولا لا، بس كده كده البرزنتيشنز هنبعتها، فمن فضلكم تبقوا تقعدوا تشوفوا كل رسومات القلب اللي في البرزنتيشن لانه مليان رسومات قلب، لانه في النهايه انتوا هتشوفوا نفس رسومات القلب دي في الاستقبال. ماشي. طيب وانا محتاج ابص على اي سي جي بتاع استيمي، محتاج كومنت على ايه او ابقى عارف ايه؟ اولا الماجنيتيود اوف اس تي اليفيشن، يعني هل الاس تي سيجمنت لو عالي ملي بالعافيه كده زي لو عالي طب ماشي طلع كده الاستيمي ده الموتور. طب بص اقول لك حاجه، انا مش عايزه اعمل لهم برضه ديستراكشن، خليني اكمل الشرح وبعدين نشوف كده يعني. طيب اول حاجه الاس تي اليفيشن لو ملي مش زي لو 5 ملي، لا كل ما الاس تي سيجمنت بيبقى اعلى كل ما ده كنايه عن ان البروجنوزس اللي هو ايه؟ دايجنوزس يعني تشخيص، وبروجنوزس يعني ايه؟ لما اقول لك الديزيز ده اوف جود بروجنوزس يعني متوقع انه هيمشي في كورس كويس، بور بروجنوزس يعني خايف منه الكورس بتاعه مش مطمني. اول حاجه الماجنتيود، انا عندي اس تي اليفيشن ملي ولا 2 ملي ولا 3 ملي، الموضوع ده يفرق يفرق. تاني حاجه الديستريبيوشن، وانا عندي اس تي اليفيشن في انهي ليدز، في الانفيريور ولا في اللاترال ولا في البوستيريور ولا في الانتيريور. تالت حاجه هل في ريسيبروكال تشينجز ولا لا، دي الحاجات اللي انا محتاجه كومنت عليها. انا رقم واحد العيان ده خلي وعنده تيبيكال تشست بين، شكيت في اسكيميا، بدات معاه باي سي جي، شخصت استيمي بالديفينيشن اللي انا لسه قايل عليه اس اليفيشن اكتر من او يساوي 1 ملي في 2 ليتس من الليتس الاخوات، بدات ابص بقى طب ده ملي ولا 5 ملي، ده واخد انهي ليتس بالظبط، معاه ريسيبروكال تشينجز ولا لا. دول الليتس اللي هم الاخوات خلاص انتوا دول عرفتوهم، انفيريور ولاترال وانتيريور. بس انا قلت في النص كلمه بوستيريور، ايه الليتس اللي بتعبر عن البوستيريور؟ في ناس منكم ممكن يكونوا حضروا معانا الكورس قبل كده، لا البوستيريور ليدز، البوستيريور ليدز يا اولاد مش بتبقى باينه في الستاندرد اي سي جي، يعني مفيش ليدز بتصور البوستيريور وول،
فانا لو انا شكيت في بوستيريور ستيمي هغير مكان بعض الليدز وارجعها ورا شويه عشان تصور لي البوستيريور وول بشكل افضل، وده هنقوله بعد شويه في البوستيريور ستيمي. هنا في ستي ريفيجن في 2 و3 و اي في اف، فدي اسمها inferior STEMI ومعها reciprocation in the form of ST depression في واحد و ABL اللي هي lateral leads، بدي كده اسمها inferior STEMI with reciprocary changes. طبعا هنا بيقول لك من واحد من V1 ل V4 بيسموها anteroceptal، من V3 ل V6 anterolateral، مش مهم يا شباب، من V1 ل V6 خلينا نقول ان كل ده بيعبر عن anterior wall فيبقى اسمها anterior STEMI. صح، ممكن الانفيريور يجي مع لاترال ستيمي. ليه يا جماعه؟ لان الانفيريور وول، عايز بس اقول لكم هنت عن الرسمه دي عشان ممكن يفرق معانا بعد كده. طبيعي انه شرايين القلب ماسوره واحده يمين اللي هو الرايت كوروناري ارتري، هو المفروض لازم ده المفروض بينزل كده، دي الانفيريور وول وده الار دي، فبيغذي الانفيريور وول، بيغذي الرايت فينتريكل وبيلف ورا يشارك في تغذيه البوستيريور وول، ولو طويل شويه هيلف من ورا كده ويوصل لحد اللاترال وول. اذا الرايت كوروناري ارتري مسؤول عن تغذيه الانفيريور وول والرايت فينتريكل. ليه بقول الحته دي؟ عشان بعد شويه لما اجي اقول لك ار بي انفاركشن واسالك مين الشريان اللي هيبقى مقفول تقول لي غالبا الرايت كوروناري، اللي هو مسؤول عن تغذيه الرايت فينتريكل، وبعدين يلف ورا يغذي البوستيرير وول، ولو طويل قوي لو دوميننت وكبير ممكن يوصل لحد اللاترال وول اللي هي دي. طيب الناحيه الشمال هنا بيطلع ماسوره رئيسيه اسمها الليفت مين. الليفت مين بتدي ليفت انتيريور ديسنتنج، بينزل لقدام، هو مسؤول عن تغذيه الانتيريور وول. واحد اسمه الليفت سيركمفلكس، من اسمه يعني بيلف، ليفت سيركمفلكس يمشي حتى هنا وبعدين يجي لافت، فهو بيلف بيغذي اللاترال وول دي كلها، يرجع ورا يغذي البوستيريور، ولو هو الدوميننت وكبير قوي احتمال لما يلف يوصل لحد الانفيريور وول. اذا اللاترال وول غالبا اللي بيغذيها الام اس اكس، ولكن ممكن برضه الار سي اي لو كبير، ممكن برضه ده لو كبير الانفيريور وول بيغذيها غالبا الار سي اي، ولكن ممكن الام اس اكس لو كبير قوي يوصل لحد الانفيريور وول. الار بي بيغذيه دائما وابدا الار سي اي، الانتيريور وول الليفت انتيريور ديسيلنج اللي هو ال ال دي. بعد شويه اقول ال دي ار سي اي ام اس اكس تبقوا عرفتوهم بقى، بعد شويه اقول ار بي انفاركشن تبقوا عرفتوا برضه ان انا بتكلم عن الار سي اي غالبا. تمام؟ طيب ده لما بيجي لي انتيريور ستيمي في الاي سي جي ببقى متوقع غالبا لما هدخل العيان القسطره ببقى غالبا متوقع هلاقي انهي شريان قافل اللي هو مثلا غالبا ال ال دي. طيب دي ايه؟ الاس تي اريفيشن موجود فين؟ في ناس يقعدوا يقولوا لنا بقى في V2 و3 في ثريشولد مختلف شويه للاست اليفيشن 2.5 1.5 2 حسب راجل ولا ست وحسب العمر، مش مهم عشان ما تتلخبطوش. يعني خلينا است اليفيشن اكتر من او يساوي 1 ملي في 2 ليتس وخلاص. ها حد يقول في 1 و2 و3 و4 و5 و6 كمان فيها بدايات زائد كمان 1 و اي في ال ملاحظين في بدايات است اليفيشن اهو، وفي سن الدبريشن في الانفيريور هتلاحظوها في ليت 3 دي غالبا ريسيبروكال تشينجز، دي اسمها اكستنسيف انترولاترال ستيمي ويز ريسيبروكال تشينج ستايل. حد يقول الاست اليفيشن هنا فين؟ شاور عليها 2 و3 و اي في اف وفي ريسيبروكيشن 1 و اي في ال. المفروض ان الدكتور مدحت بعد شويه يشرح الاريزميا. عايزه بس اقول لكم على حاجه مهمه يعني تتذكروها كده، يعني لما الدكتور مدحت تيجي يشرح الاريزميا وتعلمها الجريتس اوف هارت بلوك، الار سي اي هو مسؤول عن تغذيه الاس اي نود والاي في نود في معظم الحالات وليست كل الحالات، وبالتالي كومن ان يجي معاه برادي اريزميز تتراوح ما بين الساينس برادي كل الجريتس اوف هارت بلوك اب تو كومبليت هارت بلوك. فمن فضلك مع الانفيريور ستيمي ما تنساش تشوف في ار في انفاركشن ولا لا، وما تنساش تشوف الريزم تتاكد انت ساينس ولا انت اي جريد اوف هارت بلوك عشان ممكن يفرق في المانجمنت. احتمال العيان بتاع الانفيريور ستيمي يكون جاي شجد ويبقى هو كومبليت هارت بلوك ومحتاج بيس ميكر تمبوراري اللي هي منظم، وانت ما خدتش بالك من الريزم وتسرعت ودخلت العين القسطره على طول، والاستشاري كمان لانه جاي متصربع عايز يدخل القسطره على طول ما خدش باله من الريزم والعين محتاج بيس ميكر وبعدها هيجيب ضغط،
وغالبا الموضوع بيبقى ريفرسبل، اول ما بتدخله وتعمله ريفاسكولاريزيشن غالبا الكومبليت هارت بلوك دي بتفك في معظم الحالات. فمن فضلك مع الانفيريور ستيمي بالذات ما تنساش تشوف الريزم. دي لاترال ستيمي ستي ريفيشن مينلي في واحد واي في ال، يعني دي 5 و6 كده تحسهم بيشاوروا عقلهم. في حاجه هنا حلوه في سنه ستي ديبريشن في في 1 و2 و3، ممكن تكون جي بوستيريور ستيمي. البوستيريور ستيمي في الستاندرد اي سي جي بتبان بهذا المنظر، بس لازم اعمل لها بوستيريور ليد اي سي جي عشان ما نتلخبطش. انا بعد شويه هشرح البوستيريور ستيمي باستفاضه، خلينا هنا نقول دي لاترال ستيمي. طيب ماشي، هي مش طويله قوي فعلا، بعد شويه هنتكلم عن البوستيريور ستيمي بالتفصيل. كده كده انت هتضطر تعمل بوستيريور ليد اي سي جي لتشخيصها، يعني مش بنعتمد بس على ان انا شايف اس تي ديبريشن، لازم اعمل بوستيريور ليد اي سي جي. وهنا بيقول لك لو في اس تي ريفيشن في 2 و3 واي في اف بلس اللاترال ليدز هيبقى اسمها انفرولاترال ستيمي، لو انفيريور ولاترال وبوستيريور هيبقى اسمها انفرو بوسترولاترال ستيمي. هنا في اس تي ريفيشن في 2 و3 واي في اف وسنه كده في 4 و5 و6 فغالبا دي انفرولاترال ستيمي. طيب احنا قلنا هنا البوستيريور وول بيشارك في تغذيتها جزء من الار سي اي وجزء من ال اس اكس، واحد لافف من الناحيه الشمال واحد لافف من الناحيه اليمين وبيتقابلوا ورا، هما الاثنين بيشاركوا في تغذيه البوستيريور وول. في الاي سي جي العادي مفيش ليدز بتصور البوستيريور وول، كلهم زي ما انتم شفتوا يا اما محطوطين هنا على اللمس يا اما محطوطين على الانتيريور شيست وول، اقصى حاجه واصله دي 6 عند الميد اكزيلري لاين، مفيش حاجه لافه ورا عشان تصور. فبيقول لك في حاجات لما تشوفها في الاي سي جي العادي الستاندرد اي سي جي اللي انا بعمله عادي بالطريقه العاديه تشككك انه احتمال يبقى في بوستيريور ستيمي، فتخليك تقول لنفسك لا انا محتاج اعمل بوستيريور ليد اي سي جي. ايه الحاجه اللي احنا محتاجينها في الاي سي جي العادي عشان ابتدي افكر اعمل بوستيريور ليد اي سي جي؟ محتاج اس تي ديبريشن من في 1 ل في 3 مع طول ار ويف. نورمالي الار ويف المفروض تبدا صغيره في في 1 وتكبر تدريجيا لحد ما تبقى اكبر حاجه في في 5 و6. الار ويف لو بدات طويله على طول من في 1 وفي 2 لقيت الار ويف طويله وبتصغر، فدي ليها ديفرنشال دايجنوزيس، كام مرض كده ممكن يعملوها من ضمنهم البوستيريور ستيمي. يبقى انا في الاي سي جي العادي لما اجي اعمله هلاقي اس تي ديبريشن في في 1 و2 و3 ومعاها طول ار، لو ما لقيتش طول ار لا غالبا دي مش بوستيريور ستيمي. برضه هرجع اقول لكم الافضل والاحوط ان انتوا تعملوا بوستيريور ليد اي سي جي. ايه اللي هيحصل في البوستيريور ليد اي سي جي؟ ولا حاجه، اخر 3 ليدز اللي هم في 4 و5 و6 رجعهم ورا شويه عن مكانهم، في 4 يتنقل يبقى عند البوستيرير اكزيلر لاين، اللي بعديها يبقى عند الميد سكابيولر لاين ثم الانتر سكابيولر لاين، يعني هنعمل عين غالبا على جنبه اليمين وهنقل اخر 3 ليدز اللي ورا شويه. فانا احتمال اقول للتمريض اعمل لي بوستيرير ليد اي سي جي الاقيه مش عارف، فانا اقف جنبه نايم العين على جنبه في 4 و5 و6 يرجعوا ورا شويه عن مكانهم، ده كل اللي هيتعمل. بص هوريها لكم دلوقتي، بص ما تستعجلش علشان هتلاقي اجابات كل حاجه جايه تباعا. فده ST depression زائد طول R wave، ده في الاي سي جي العادي اللي شككني ان احتمال يكون في posterior stemi اهو بالمنظر ده. اولا انا شايف هنا ST depression في 2 و3 و AVF، ايه ده، هي البوستيريور ستيمي لازم يعني تيجي مع حاجه، غالبا بتيجي مع ام اي ثانيه. طب هي ليه جايه هنا مع الانفيريور؟ انا لسه قايلها لك من شويه ان الار سي اي المسؤول عن تغذيه الانفيريور وول هو نفسه بيلف وبيغذي البوستيرور، هما الاثنين بياخدوا من نفس الشريان، فانا متوقع انه لو قفل بدري شويه يروح ضارب الاثنين. طب هل ده معناه ان البوستيرور ستيمي لازم تيجي مصحوبه بستيمي ثانيه؟ مش لازم، في حالات قليله ممكن يكون فيها ايزوليتد بوستيرور ستيمي، يعني ممكن ما الاقيش في الاي سي جي اي ستيمي في اي حته ثانيه والاقي بس اس تي ديبريشن في في 1 و2 و3 مع طول ار ويف. فمن فضلك ساعتها لو انت ما عملتش بوستيرور ليد اي سي جي هتشخص العين على ان هو ايه، نون ستيمي. انت مش لاقي ستيمي في الاي سي جي كله صح، لقيت اس تي ديبريشن بس. يعني نفترض ان رسم القلب اللي قدامنا ده ما فيهوش اس تي ليفيشن في الانفيريور ليدز، جالك بس بالمنظر ده اس تي ديبريشن في في 1 و2 و3 و4 زي ما انتم شايفين كده، هتقوم انت في الاستقبال قايل لنفسك ايه، الحمد لله يا رب مش ستيمي. لا هو ممكن يكون بوستيريور ستيمي ويعامل معامله الاستيمي عادي جدا من ناحيه الانديكيشن للستريبتوكاينيز ومن ناحيه انه لازم يخش القسطره ايرجن. ايه دي حته بوستيريور يعني؟ لا هي اي حته قد كده من الاسكيمي ممكن يحصل عليها اريزميا اب تو في تاك وفي اف والعين يقرست ويموت. فتشخيص البوستيريور ستيمي حاجه مهمه؟ اه حاجه مهمه.
زي ما قلنا بنعرفه بالستاندرد اي سي جي بهذه الطريقه. نروح بقى ايه، بصوا ده ظهر العين، ده كانه ظهر العين دي 7 و8 و9 لانهم ورا شويه، ده كل اللي عملناه. كاتبه لكم اهو اماكنها بالظبط. قوم ظهر لي كده بقى، ده الاي سي جي بعد ما غيرت مكان الليدز، بقى اسمهم 7 و8 و9 عشان لما حد يجي يقول قدامك ده في اس تي ريفيجن في بي 7 و8 و9 ما تردش انت تقول له ايه الهبل ده، ما بي 1 لبي 6 بس، لا هو ده معناه ان هو شاطر. واحنا لما بننقل الليدز ورا شويه عشان نعمل بوستيريور ليد اي سي جي بيبقى اسمهم في 7 و8 و9. محتاج في البوستيريور استيمي في في 7 و8 و9 نص ملي اليفيشن فقط لتشخيصها، نص ملي يعني نص مربع صغير، ده معناه ان انت لو شميت الاس تي اليفيشن بس هتشخصها، نص مربع صغير مش محتاجه 1 ملي زي بقيه انواع الاستيمي. فشايفين منظر بي 7 و8 و9 اللي هي مكتوبه تقيله دي في اس تي اليفيشن هي، فدي البوستيريور ليدز، فكده انا كونفيرمد ان دي بوستيريور استيمي. يعني لو عندي طول ار واس تي ديبريشن بس احلف انها بوستيريور استيمي، لا من فضلك اعمل بوستيريور ليد اي سي جي، هو سهل جدا زي ما انتم شفتوا. خلاص طيب ده بقى الاي سي جي هتبقوا تشوفوه بوضوح في البيت، بس في اس تي اليفيشن بالعافيه كنايه عن انه يا جماعه البوستيريور استيمي دي لو شميت بس الاس تي اليفيشن كده هتشخصها، محتاجه نص ملي فقط لا غير. هنا بيقول لك لو لقيت اس تي ديبريشن والار ويف مش طويله غالبا دي مش بوستيريور استيمي، ولكن برضو بقول لكم اعملوا من فضلكم. الافضل على فكره لو عين دخل عليا الاستقبال وجايب تيبيكال بين، تيبيكال تشست بين وعنده ريسك فاكتورز قد كده وداخل لي ماسك لي صدره كده والاي سي جي بتاعه العادي ما فيهوش حاجه، الافضل نعمل بوستيريور ليد اي سي جي وار في ليدز، يعني اللي هي بعد شويه بتشخص فيها الار في انفاركشن، لانها للاسف في حالات قليله قوي ممكن تيجي ايزوليتد، شفتهاش الصراحه كتير بس الاحوط حتى الجايد لاينز كاتبه كده. اذا عيان دخل عليا بتيبيكال برزنتيشن وقلقان منه وعملت له ستاندرد اي سي جي ما لقيتش فيه تغيرات خالص، فالاحسن الموضوع مش هياخد منك دقيقه بس هتبقى مطمن، تعمل البوستيريور ليد اي سي جي والايه والاي سي جي بتاع الار في انفاركشن هوريه لكم بعد شويه. هنا بيقول لك لو في ST ريفيجن في 2 و3 و AVF زائد اللاترال زائد البوستيريور هيبقى اسمه انفروبوسترولاترال. طب ساعتها اتوقع اني شريان اللي مقفول، على حسب ممكن يكون ال RCA وممكن يكون ال LSX زي ما انا لسه شارحه لكم، لان واحد بيغذي من هنا الانفير ويلف ورا يشارك في تغذيه البوستيريور وممكن لو كبير شويه يوصل لللاترال، واحد من هناك نفس الكلام بينزل على اللاترال يغذيها وبيلف يشارك في تغذيه البوستيريور وممكن لو كبير قوي يوصل للانفير، فالموضوع بيحتمل ده او ده. لو لقيت معاه ار في انفاركشن يبقى هشق اكتر فيه ار سي اي لان الار سي اي هو اللي نازل جنب الار في وبيغذيه. لو لقيت معاه برادي اريزميس هشق اكتر فيه ار سي اي لان الار سي اي في معظم الحالات وليست كل الحالات مسؤول عن تغذيه الاس اي نود والاي في نود. ده مثال على انفروبوسترولاترال اس تي اليفيشن 2 و3 واي في اف زائد في 5 و6 زائد الاس تي ديبريشن والطول ار في في 2 و3 زي ما انتم شايفين و4. فلو جيت عملت هنا بوستيريور ستيم بنسبه كبيره جدا هلاقي بوستيريور ستيم، فده اسمه انفروبوسترولاترال ستيم. طيب الار في انفاركشن لا هي انتيريور ستيمي ولا انفيريور ستيمي ولا لاترال ستيمي، ولكن ستيمي يعني انفاركشن في الرايت فنتريكولار فري وول. طب انت لسه قايله انه غالبا الار سي اللي هيعملها وغالبا هتيجي معاها انفيريور ستيمي، فهتصدعينا ليه؟ ما انا كده كده هدخل عين الاسطر لما الاقي فيه انفيريور ستيمي. تقعدي تقولي ليه اشخص الار في ولا ما الار في انفاركشن اشخصها ولا ما اشخصهاش، مش مهم اشخصها ما انا كده كده داخل عين القسطره. اقول لك لا، طالما هنشرحها يبقى في فايده من تشخيصها. عيان الار في انفاركشن غالبا بيجي بهذا المثلث، المفروض ان الرايت فنتركل مسؤول عن استقبال الدم من الجسم كله وبعدين ضخه للناحيه الشمال من القلب. اذا حصل فشل في الرايت فنتركل هيفشل على انه يستقبل الدم وبالتالي هيفشل على انه يودي الدم الناحيه الشمال، وبالتالي مع الوقت الكارديك اوتبوت هيقل، اللي فيه مش هيلاقي دم يضخه. فاول حاجه العيان هيجي لك هايبوتنسيف ابطن، هو ممكن يجي شوت مفيش دم لانه مع الوقت الكارديك اوت بوت بيقل، ولازم الار في يبعت دم للال في عشان الال في يلاقي دم يوديه للجسم. تاني حاجه كلير لونجز، ليه هي اللونج هتبقى كونجستد؟ ليه هو الجسم كله كونجستد؟ لان الار في مش عارف يستقبل الدم من الجسم كله، لكن هو ما بيوديش دم زياده لللونج ولا حاجه عشان تبقى كونجستد، بالعكس بيودي لها دم قليل عن الطبيعي. فبسمع صدر العيان هو شوكد بس بسمع صدره كلير ونايم على ظهره عادي ومش شكله كونجستد ولا اي حاجه، مش شكله في ليفت سايد هارت فيلير، لا. فتاني حاجه كلير لونج. تالت حاجه ديستندد نيك فينز اللي هي بتعبر عن رايت سايد فيلير، ما هو الار في فشل في استقبال الدم اللي جاي له من الجسم كله، فغالبا النيك فينز بتاعته هتبقى كونجستد. فانا الاقيه شوكد او هايبوتنسيف، ممكن يكون لسه ما وصلش لمرحله الشوك، انت بقى مهمتك تلحقه قبل ما يبقى شوكد،
والاقي النيك بينز عاليه والاقي اللونجز بتاعته كلير ومعاه انفيريور ستيمي، لازم اشك قوي وقتها في ار في انفاركشن. كنايه عن ان هو بيعمل هايبوتنشن وبتاع، يعني حاجه خطيره ماشي. غالبا ان شاء الله بيتحسن لو دخلت العين القسطره وفتحت الار سي اي، بس برضو بما اني لازم اشخصه يبقى في اهميه من تشخيصه. ايه هي الاهميه؟ الحاجه الاولى، العيان ده لا يفضل ان هو ياخد نايتريتس. الار في يا جماعه هو لود ديبندنت، يعني عشان يقوم كده شويه وينشط محتاج الدم اللي جاي له. لو انا اديت فينو دايليتورز زي النايتريتس، ففينو دايليتيشن بتاثير الجرافيتي الدم اللي رايح للقلب هيقل، اللي طالع لفوق رايح للقلب هيقل لو عملت فينو دايليتيشن. وبالتالي الار في، الار في واقع اصلا بيدور على دم يجيله عشان يساعده ان هو يقوم شويه، مش لاقي دم، انت عمال تهبد العيان في نايتريتس، خاصه ان عيانين الام اي معظمهم هيجيب شيستابين وكده، فانت عمال تدي في نايتريتس لكل عيانين. فلا، من فضلك عيان الار في انفاركشن ما تديلوش. مين العيان التاني اللي لا يحبذ ان احنا نديله نايتريتس؟ العيانين اللي جايين واخدين دواء اسمه سلدنافيل بالظبط، الفوسفودايستريز انهيبيتورز، لانها فازو دايليتورز برضو قويه، فما ينفعش ادي العيان كل هذا الكم من الفازو دايليتورز، ضغطه هيتهبد. فاذا دول الحاجتين اللي لا يفضل ان انا ادي فيهم نايتريتس في عيان الام اي. طب بس كده؟ لا، احتمال العيان ده يستفيد من لو اديت زقه فلويدز. العكس بقى، انا مش عايز اقلل الدم اللي رايح للقلب بس عايز ازوده سنه. فاكرين ايه ممكن دكتور مدحت كده ستارلينج لو، اللي هو لما الدم، صح، لما الدم اللي رايح للمايوسايتس يعمل لها ستريتش هيحسن من الكونتراكتيتس. فممكن ادي زقه فلويدز، بس من فضلك ده مش معناه ان اقعد اعبي العيان بشكل عشوائي، لا، لان انت ممكن توقع الار في اكتر لو فضلت تعبي العيان. يعني انا السي في بي بتاعي نورمال من 12 ل 15، انا ببقى عايزه مثلا 18 20 بالكتير. اذا تشخيص الار في مهم في نظركم ولا لا؟ اولا ممنوع النايتريت، ثانيا ممكن احتاج ادي العيان بتاعي زقه فلويدز، وكل دي امور مؤقته لحد بس ما ادخله القسطره وافتح له الشريان اللي مقفول. امتى الار سي اي؟ لو لقيته شوبد كده كده غالبا هتحتاج تركب، غالبا هتحتاج اينوتروبس وحاجات كده. يعني لو عيان جالك شوبد او هايبوتنسيف موست بروبابلي هتحتاج تركب سي في بي. ماشي، طيب ده ليه مهم ان احنا نشخص الار في انفاركشن؟ كل حالات الانفيريور ستيمي اللي مسؤول عنها الار سي اي لازم هتيجي بار في انفاركشن؟ لا مش لازم، على حسب الار سي اي قافل فين. نفترض ان هو قافل بعد الار في برانش، يعني الار في برانش طلع في سلام وراح غزه الار في وبعدها راح الار سي اي قافل، يبقى خلاص مش هيجي بار في انفاركشن. طيب طبعا الار في انفاركشن يعني لما بشك فيه كلينيكال وبعدين بعمل اي سي جي هنعرف ازاي دلوقتي نشخصه بالاي سي جي. كمان لو بصيت بالايكو بلاقي الار في بقى دايليتد وبيكونتراكت وحش هايبو كونتراكتايل، فكل ده بيدعم شكي ان في ار في انفاركشن. انا بيقول لكم امتى الار سي اي يعمل ار في انفاركشن؟ اذا قفل في ليفل قبل ما يطلع الار في برانش، راح مطير الار سي اي كله من اوله، وبالتالي فقط كل البرانشات اللي طالعه بعد كده. كل طبعا ما الفيسل يقفل ديستال يعني في الاخر خالص، كل ما الام اي تبقى هينه شويه، يعني ده معناه انه في حته صغيره اللي هينقطع عنها الدم، غير انه يبقى قافل من اوله، معناه ان كل البرانشات بتاعته طارت وكل الحته اللي هو بيغذيها تطير. طيب طبعا زي ما نقلت ليتس عشان اشخص البوستيريور ستيمي، برضه هنقل بعض الليتس عشان اشخص الار في انفاركشن. هما في 3 و4 بشيلهم من مكانهم من الناحيه الشمال واجيبهم من الناحيه اليمين. في ناس ثانيه تقول لك بدل، يعني هات في واحد الناحيه الشمال والباقي كله الناحيه اليمين. ايا كان اللي انت هتعمله، اللي انت هتنقله وتحطه الناحيه اليمين هو ده اللي هتلاقي فيه الاليفيشن. الليتس اللي انت هتنقلها تحطها الناحيه اليمين، هي دي اللي بقت بتصور الار في، هي دي اللي هيحصل فيها الاليفيشن. يعني اذا التمريض انت قلت له روح اعمل لي رايت ليد اي سي جي، راح هو نقل في من في 3 لفي 6 حطهم الناحيه اليمين، يبقى انت هتلاقي الاليفيشن في الليتس اللي التمريض نقلها. ماشي، فالليتس اللي هننقلها الناحيه اليمين اللي هو الدارج ما بيننا ان في 3 و4 بالذات، بنقلهم من مكانهم من الناحيه الشمال حطهم في نفس المكان الناحيه اليمين، هلاقي فيهم اليفيشن ساعتها بكونفيرم الدايجنوزس بتاع الار في انفاركشن. طب في الستاندرد اي سي جي العادي زي ما قلنا كده في البوستيريور ستيمي طول ار واي ستي ديبريشن، في حاجات في الاي سي جي العادي ممكن تدعم
شكي انه في ار في انفاركشن. يعني انا كلينيكالي اهو دخل عليا العيان بانفيريور ستيمي وماسك لي صدره وبتاع ولقيته شوج والنيك فينز عاليه، فبدات اشك ان في ايه ار في انفاركشن. اذا عملت رايت اي سي جي على طول هلاقي الاس تي الفيشن، بس في الاي سي جي العادي في حاجات ممكن ابص عليها تشككني اكتر. اه قال لك بيحصل اس تي الفيشن اكتر. طب استنى نشوف بس ده الاول كده، ده اس تي الفيشن في 2 و3 واي في اف اللي هي، لا قولوا بصوت عالي عشان احس ان انتم مركزين. انفيريور ستيمي عمل رايت ليدس، نقل في حرف ار كده مكتوب من في 3 لفي 6 مكتوب كده جنبها ار دي يعني رايت، يعني نقلناهم من في 3 لفي 6 نقلناهم من الناحيه الشمال حطناهم في نفس الاماكن على الناحيه اليمين، فبقت بتصور من ناحيه اليمين بتصور الار في، فلقيت فيها الفيجن. هو لما التمريض يعمل لي اي سي جي رايت هلاقي حرف الار ده؟ لا مش هلاقيه، ده فور ليرنينج بس، لكن انا مش هلاقي حرف الار ده ماشي. فانا لازم اسال التمريض هو انتوا نقلتوا انهي ليدز. طيب هو بيقول لك ان ليد 3 حسب الاكسس بتاع الهارت، ليد 3 هو الاقرب للار في زي ما انتوا شايفين. ففي الانفيريور ستيمي بيبقى فيه ستي اليفيشن في ليد 2 و3 واي في اف صح؟ غالبا لو في ار في انفاركشن بيبقى فيه اليفيشن اكتر في ليد 3 عن ليد 2. ده لو في اليفيشن في ليد 3 اكتر من 2 بشك اكتر انه ار سي اي، وده المنطق انه يجي معاه ار في انفاركشن. لو ليد 2 في اليفيشن اكتر من ليد 3 هشك اكتر في ال سي اكس اللي هو مش كومن ان انا الاقي معاه ايه؟ ار في انفاركشن. ايه اللي جاب ال سي اكس عند الار في؟ بعيد عنه قوي. ماشي؟ رقم واحد لو لقيت في الاي سي جي العادي الستاندرد اي سي جي اس تي اليفيشن في ليد 3 اكتر من ليد 2 وفي انفيريور ستيمي معايا وكلينيكالي شاكك وبتاع، اشك بقى اكتر انه ممكن يكون في ار في انفاركشن. تاني حاجه في واحد، مش في واحد اصلا بتبقى محطوطه ناحيه اليمين، يعني بتصور الار في شويه ممكن الاقي فيها اليفيشن. اليفيشن في في واحد بس كده اه مع الانفيريور ستيمي. طب ليه ما تبقاش انفيريور وانتيريور؟ يعني انفيريور والانتيريور دي جت بفي واحد بس كده، يعني في واحد بس هو اللي بيعبر عن الانتيريور وول، ليه ما حصلش اليفيشن في في 2 و3 و4 و5 و6؟ فيبقى بالمنظر ده. بصوا هنا كده في انفيريور ستيمي عادي جدا، ستي اليفيشن في 2 و3 واي في اف واضحه صح؟ في ريسبروكيشن فين؟ ريسبروكال تشينجز فين؟ واحد واي في ال شايفين في واحد معمول عليها دايره فيها سنه اس تي اليفيشن صح؟ ما تجيش انت بقى تقول لي الحقي ده انفيريور ستيمي مع انتيريور ستيمي، مش منطقيه. ما هو في 2 و3 و4 و5 و6 عايشين في سلام اهو، مفيش اليفيشن ولا حاجه. برافو، في 3 اكتر من 2. يبقى دي كلها حاجات اسمها ايه؟ بتشككني. شبه الاس تي ديبريشن والطول ار اللي كانت بتشككني في ايه؟ في بوستيريور ام اي. طيب هنا بقى بيقول لك دي جايد لاينز بتاعتنا الاوروبيه، اي سي جي ليدز الرايت ليدز والبوستيريور ليدز ار ريكومندد اف اون جوينج اسكيميا از سسبكتد وين ستاندرد ليدز ار ان كونكلوسيف. يعني ايه الجمله دي؟ يعني لسه قايله من شويه عيان داخل لي بتيبيكال برزنتيشن عملت له الاي سي جي العادي ما فيهوش تشينجز واضحه، متمشيهوش غير لما تعمل دول الرايت والبوستيريور. ايه ده؟ حتى لو مفيش انفيريور ستيمي عايزين اعمل رايت؟ اه يعني ممكن الار في برانش ده يقفل كده لوحده؟ ممكن، مفيش حاجه في الطب مش ممكن، يعني ممكن يجي ايزوليتد ار في انفاركشن ممكن. من فضلك ما تمشيش العيان الاي سي جي بتاعه نورمال على طول كده، هو مبدئيا مش المفروض نمشيه اصلا عشان انا قلت جمله في الاول. لا بصوت عالي فرحوني، برافو نورمال اي سي جي كده كده دازنت اكسكلود اسكيميا، بس عشان تبقى شاطر اكتر واكتر اعمل البوستيريور والرايت. ندخل بقى على خلاص هرسنا بقى الاستيمي بكل انواعها بالريسبروكيشن بالاسوشيشنز اللي معاها كل كويري اي سي جيز. ما تصدعيناش بقى، معلش انا اسفه بس الكويري اي سي جيز دي بتموت، يعني لازم امسك العيان كده من ايده واجري بيه على القسطره على طول. بس ينفع اديله ستريبت عليها؟ لا. امال الستريبت بيتاخد على ايه؟ برافو. اول واحده اسمها دي وينتر سندروم، نفتكرها بالوينتر اللي هو الشتاء. ده منظرها اب سلوبنج اس تي ديبريشن. ما معنى كلمه اب سلوبنج؟ والاس تي ديبريشن قد يكون اب سلوبنج يعني طالع من تحت لفوق، او هوريزونتال يعني كده، او داون سلوبنج يعني من فوق لتحت. هنشوف بعد شويه اشكال الاس تي ديبريشن. اب سلوبنج اس تي ديبريشن يعني جاي من تحت لفوق، يعني الجي بوينت، الجي بوينت هي بدايه الاس تي سيجمنت ديبريست
وطالعه لفوق فولود باي هايبر اكيوت تي. وهنعرف بعد شويه تعريف الهايبر اكيوت تي. دي حاجه بنسميها دي وينتر سيندروم. من فضلكم الاي سي جي ده كريتيكال جدا ومعادل للاستيمي وحله الاستريبت. امال نعمل ايه؟ اسطر ملوش حلول تاني. طيب ايه ده؟ تومب ستون المقبره. هو مقبره، هو اي سي جي مقبره فعلا. بصوا منظره، شايفين معمول عليه دوائر. ده اس تي اليفيشن لدرجه ان الاس تي سيجمنت بقى اطول من الار ويف اللي جنبه. الاس تي سيجمنت عالي لدرجه انه بقى اطول من الار ويف اللي جنبه. فده اسمه اي سي جي المقبره، التومب ستون ابييرنس. انا في رايي ان ده ممكن يطلعش عليه ستريبت عادي، ان ده استيمي عادي بس استيمي قوي. يعني شايفين اس تي اليفيشن في السماء ازاي؟ يعني ده هقارنه باس تي اليفيشن 1 ملي؟ لا، ده طبعا كريتيكال جدا ويقلق جدا اهو. والعيان ده المفروض اجري بيه على الاسطر. شايفين الاس تي اليفيشن واصل لفين؟ ده بقى اطول من الار ويف اللي جنبها. انتوا مش شايفين الار ويف كويس اصلا من كتر ما هو اطول منها. لا، بيجي عادة في الانتير. نعم، مش سامعة. لا مش وقت. دكتور محمد مدحت هيشرح emergence ويشرح الحاجات دي، مش عشان بس المحاضرة طويلة، أو ممكن أقولها لك في الآخر. ماشي. طيب بعد كده بقى في حاجة رخمة جدا أنا نفسي يعني ببقى مسترخمة إن أنا أشرحها. حاجة دكتور محمد نور لسه شارحها دلوقتي اسمها left bundle branch block. يعني في ضفيرة يمين وضفيرة شمال. الضفيرة اليمين ممكن تتضرب فيحصل right bundle branch block، ليها شكل معين في الاي سي جي المفروض تكونوا عرفتوه. والليفت باندل ممكن تتضرب فيحصل ليفت باندل برانش بلوك، فليها شكل معين في الاي سي جي المفروض تكونوا عرفتوه. ده الشكل العادي بتاع الليفت باندل برانش بلوك. شايفين ليد واحد وليد اتنين؟ يعني ملي كيو ار اس كومبلكس بيبقى نيجاتيف، فبيبقى معاه سكندري تشينجز معاكسه في الاتجاه للكيو ار اس كومبلكس. يعني هو نيجاتيف ففي سنه اس تي اليفيشن وابرايت تي، يعني التي ويف لفوق. ايوه وبعدين يعني ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله دلوقتي؟ ان انتوا لما تقف في الاستقبال ممكن تشخصوا ان ده، تقول لي انا حاسس ان في سنه استيمي. انت مش شايفه الاس تي اليفيشن اللي في في واحد ده؟ على فكره نواب البطنه نفسهم بيعملوا كده، بيدور على ليفت باندر وسكندري تشينج تقول لك معايا استيمي. فهم كده غلطانين. مش قصه غلطانين، يعني فعلا في اس تي اليفيشن كسكندري تشينجز مع الليفت بوند برانش بلوك في ليد واحد، في ليد بي واحد وفي اتنين، اللي هو الاس تي سيجمنت بيبقى عالي شويه لان الكومبلكس اللي جنبه نيجاتيف. وكذلك في اس تي ديبريشن في في 5 و6 معاكس للكومبلكس. ممكن تبص عليه تقول لي الحق ايه ده نون ستيمي، ده معايا اس تي ديبريشن اس جي في اس تي ديبريشن من في 4 ل 6 وننزل تحت نلاقي ليفت بوند عادي والسكندري تشينجز. يعني عايزه تقولي ان عيان الليفت بوند ما قلقش منه؟ لا، ممكن يطلع سكيفك. امال هعمل ايه بقى؟ هطبق عليه كرايتيريا اسمها سبربوزا كرايتيريا. انا بقول لنفسي كل ما هو معاكس للطبيعي او كل ما هو اكزاجريشن اوف ذا نورمال يقلقني. بمعنى المفروض ان انا عندي في 5 و6 الاس تي سيجمنت، ايه الطبيعي بتاعه في الليفت باندل؟ ديبريشن ولا اليفيشن؟ ديبريسد. لو لقيت في اليفيشن ملي واحد اشخص ستيم. ليه؟ لان مش ده الطبيعي. يبقى رقم واحد ما هو معاكس للطبيعي المفروض يقلقني. انا عندي اس تي ديبريشن في في 5 و6، لو لقيت اليفيشن ملي واحد بس هقلق. ودي بتاخد اكتر سكور في الاسبربوزا كرايتيريا، يعني بتاخد 5 بوينتس اهم نقطه. يعني ممكن اشخص بيها لوحدها خلاص، انا كده اقدر اشخص استيمي معرفت باند. يعني كده اقدر ادي عليها ستريب او ادخل عين القسطره على طول؟ اه تقدر كده، كانها استيمي عادي، استيمي معرفت باند. تاني حاجه، ما هو exaggeration of the normal؟ يعني في واحد واثنين فيهم سنة ST elevation. بما ان هو اصلا في سنة، لا انا بقى يعني عشان اقول ان هو ستيمي محتاج سنة اكبر شوية، اكتر من 5 ملي، يعني اكتر من 5 مربعات صغيرة. ما هو معاكس للطبيعي او ما هو الطبيعي بس بزيادة شوية المفروض يقلقني. فاستي اي ST elevation ولو واحد ملي في 5 و6
اشخص ستيمي مع ليفت بندل او ستي ريفيشن اكتر من 5 مللي في انهي ليدز؟ ليه؟ ليه في واحد واثنين محتاج في 5؟ لان هي اصلا اليفيتد سنه، فانا عشان اقول دي ستيمي مع ليفت بندل لا محتاجه ازود الثريشولد شويه، فدي اسمها سبربوزا كرايتيريا. سنة لو انت امتياز كده واقف في الاستقبال بتقول للدكتور تعالى ده ليفت بندل مع سبربوزا كرايتيريا يلا عشان ندي العيان ده ستريبت او نطلعه على القسطره، مش اي حد يعملها دي يعني، احنا بننسى نعملها ماشي. طيب ودي الرايت بندل، نورمالي الرايت بندل كده ار اس ار داش اللي هو الام شيب اللي في بي 1 و2 ومعاه تغيرات معاكسه للكومبلكس، يعني نورمالي بي 1 و2 في الرايت بندل اس تي سيجمنت بيبقى عامل ازاي؟ ديبريس دي سنه، ده النورمال. طب لو لقيت عكس الطبيعي اللي هو في اي اليفيشن في في 1 و2 زي اللي معمول عليه دايره، لا غير مقبول. رايت بندل وليفت بندل مع ستيمي ده حاجه مش حلوه، ده معناه الليفت انتيرير ديسندنج ارتري قافل من بدري شويه قبل ما يبتدي يدي السبتال برانشز المسؤوله عن تغذيه الضفيره اليمين والشمال، يعني بروجنوزس بتاعها مش حلو. يعني عين رايت بندل برانش بلوك مع ستيمي ده يقلق جدا، والحقيقه في نسبه كبيره من العينين دول ما بيكملوش. اذا اللي معمول عليه دايره، هو ليه معمول عليه دايره او ليه هتقولي ان هو رايت بندل مع ستيمي؟ لان هو معاكس للي كنت المفروض الاقيه في الاي سي جي بتاع الرايت بندل. طبعا جزء البندل برانش بلوك بالنسبه لي جزء سخيف، بس ان شاء الله مع الوقت تستوعبه. بيقول لك كل ما كان الاس تي سيجمنت عالي قوي واخد قطاع كبير من الاي سي جي، كل ما البروجنوزس بتاع العيان يبقى مقلق شويه بالنسبه لي. طيب الحقيقه يعني الحته دي من المحاضره كبيره، فانا عايز اسكيب ما عدا اجزاء معينه، لان احنا لسه عندنا الاس تي ديبريشن والتي ويف تشينجز. انا كنت لسه قايله من شويه ان مش اي اس تي ريفيشن هو ستيم، وان في ديفرنشال دايجنوزز، وان المانجمنت ممكن يكون مختلف تماما اختلاف السماء من الارض. في عيان المفروض يخش القسطره وياخد ستريبت، وفي عيان زي البريكاردايتس والمايوكاردايتس لازم ياخد انتي انفلاماتوري مضادات للالتهابات لان هو انفلاميشن، وفي عيانين زي الهايبر كاليميا المفروض اصلح الهايبر كاليميا. يعني ممكن يكون عيان داخل، يعني اقول لكم مثلا على كذا سيناريو وانتوا قولوا لي انتوا شايفين بالمنطق كده والعقل انهم زي بعض. لو انا دخلي عيان عنده 60 سنه دايابيتيك وهايبرتنسيف وماسك صدره كله ديفيوز ريتروسترنال كومبريسنج بين، وبيقول لي الشيست بين ده عندي من الفجر عمال يروح ويجي بس زاد قوي عليا دلوقتي وانا مش مستحمله، وجاي لي باي سي جي في اس تي اليفيشن، وعيان تاني بيغسل، عيان تاني عنده 50 سنه وسي كي دي وبيغسل وقال لي والله انا منقطع شويه عن الغسيل بقالي فتره عشان عندي ظروف وكده، وجاي لي بسنه اس تي اليفيشن مع هايبر اكيوتي في الاي سي جي وما عندوش شست بين ولا اي حاجه وداخل عادي ماشي على رجليه وزي الفل، مش زي الفل قوي يعني الهايبر كاريميا دي مش زي الفل قوي بس ما عندوش شست بين. ولا عيانه تانية مثلا متشخصه ان هي سيستميك لوبس عندها 30 سنه ومش دايابيتك ولا هايبرتنسيف وجايب شست بين كده، تقول لي انا ملاحظه ان انا بنام على ظهري الوجع بيزيد، لما بنام على ظهري الوجع بيزيد. بقول لها طب بيقل بحاجه؟ بتقول لي يعني لو هميت كده شويه قدام الوجع ممكن يقل. اشك في بيري كاردايتس، يعني من المنطقي ان انا رقم واحد ابتدي مع العيان بالهيستوري والاكزامينيشن، ده اول كلو في الموضوع. الريسك فاكتورز بتاعه العيان حاجه مهمه، لو هو عنده اي هيستوري اوف اذر ميديكال، يعني كونها مثلا كانت سيستميك لوبس او كونه كان بيغسل مشاني في سكك معينه، يعني هل ده معناه يا اولاد ان العيان اللي بيغسل بيبقاش اسكيميك؟ لا بالعكس، السكي دي احد الريسك فاكتورز اصلا بتاع الاسكيمي. بس انا بقول لك هو عيان جاي ما عندوش شست بين خالص والاي سي جي بتاعه في سنه اس تي ديفيشن كده وهايبر اكيوت تي، طب نفترض ان انا شاكك في اسكيميا وهايبر كاريميا، رقم واحد هتسحب بوتاسيوم، تحليل هيطلع في 3 دقائق يعني نحسم بيه الموضوع، والهايبر كاريميا دي بتموت والمانجمنت بتاعها سهل جدا. فانت لازم رقم واحد يبقى عندك كلينيكال سنس من دخلة العيان عليك والبرزنتيشن بتاعه، ده انا لسه هو مسكتش اي سي جي ولا عملت ولا شفت اس تي ريفيشن ولا اي حاجه. خلينا من كل دول الاول بس اقول لكم معناهم وبعدين نختار حاجات معينه بس نشوف رسم القلب بتاعها. البريكاردايتس هو انفلاميشن في البريكارديوم اللي هو الغشاء المحيط بالقلب، المايوكاردايتس هو انفلاميشن في المايوكارديوم اللي هي عضله القلب نفسها، تاكوتسوبو كارديومايوباسي اللي هي البروكن هارت سندروم متلازمه القلب المكسور، ده الست اللي لسه متطلقه او الست جوزها لسه ميت او مش عارف ايه. تاكوتسوبو كارديومايوباسي دي بيقول لك ان هي مينلي بتبقى كاتيكولامين توكسيستي، يعني المايوكارديوم متعرض لجرعه عاليه جدا من الكاتيكولامينز
هي اللي اثرت على كفاءه القلب. فانا بدخل العيان ده القسطره الاقي الكرونرز بتاعته كويسه، ده مش اسكيميا يعني، الاتيولوجي بتاعه مش اسكيميا. فالعيان ده لو انا شكيت فيه وجاي لي بي سي جي، بيجي برضه بي سي جي في سنه اس تي اليفيشن، ببص بالايكو ممكن الاقي روما، ممكن الاقي جلوبال هايبوكاينيزس، بعمل بايو ماركرز بلاقيها عاليه، فممكن احتار فيه جدا العيان ده. لو دخلته القسطره هلاقيه نورمال كرونرز، مش هلاقي حاجه مقفوله. ما انا بقول لك ممكن تكون ست كبيره في السن مثلا، ابنها لسه ميت، فتبقى برضه مشككين. ما هو الايدج لوحده برضه ريسك فاكتور يحترم. اذا جات لي بقى في ست صغيره شكلها عندها سايكولوجيكال او ايموشنال يعني ستريس واضح وجايه لي بهذا المنظر، هشك فيها. بس الحقيقه ان احنا بنضطر في النهايه نعمل القسطره عشان نحسم الموضوع، لاننا بنبقى قلقانين غالبا، لان هم وقعنا في الغلط على فكره. طيب الكرونيك ليفت باندل، انا لسه قايله ان الليفت باندل برانش بلوك بيحصل معاها اصلا سكندري تشينجز، فممكن يحصل سنه اس تي ليفيشن في الليدز اللي كومبلكس فيها بيكون نيجاتيف زي بي 1 و2، فده بيدخل في الديفرنشال دايجنوست بتاع الليفت باندل. طب انت ما قلتليش هو الليفت باندل ده يعني اذا ما طلعش اسكيميا بيطلع ايه؟ ممكن يطلع هارت فيلير، يعني عيان دايليت كارج مايوباسي، عيان خلاص مايوباسيك، فالال بي عمال يكبر يكبر يكبر، ومع الوقت الضفيره الشمال باظت، فالعيان حصل عنده كومون قوي، الاقي ليفت باندل برانش بلوك مع هارت فيلير، ده كومون اسوشيشن جدا، فممكن يطلع هارت فيلير. ممكن يطلع نورمال فاريانت، لا الحقيقه يعني مش كومون قوي، ممكن الرايت باندل برانش بلوك، لكن الليفت باندل صعب. اذا الليفت باندل دي ممكن تكون اسكيميا، وممكن تكون في حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لكم في الليفت باندل، الاكيوت اونست ليفت باندل برانش بلوك اتعامل معاها على انها اسكيميا غالبا. يعني ايه اكيوت؟ يعني عيان جاب لي رسومات القلب القديمه بتاعته لقيته ما كانش ليفت باندل، دلوقتي جاي لي بتيبيكال تشست بين بعمل اي سي جي لقيته ليفت باندل. لسه قايل لكم ان الرايت باندل والليفت باندل بتاخد البلوت سبلاي بتاعها من برانشز من الليفت انتير ديسندنج ارتري. هنا قفلت دلوقتي او لسه اليومين دول؟ مش قافله من زمان وشكله مش عين كرونيك هارت فيلير يعني، لا اشك انه البلوت سبلاي بتاعها قل اكيوتلي نتيجه اسكيميا في الليفت انتير ديسندنج ارت. اذا الاكيوت اونست ليفت باندل برانش بلوك يحترم. يبقى الاسبربوزا كرايتيريا حاجه ما لقيتهاش متطبقه، بس العين جايب لي رسومات القلب القديمه بتاعته كلها ما فيهاش ليفت باندل، لا ايه لا منه برضه. اتفقنا دول الحاجتين اللي يليقوا في الليفت باند، او هايبر كاريميا ماشي، او هايبوثيرميا بورجادا سندروم دي مش مهم، او ال في انيوريزم يعني في حصل بلج كده او تمدد في جزء من الليفت فنتركل، غالبا ده بيحصل اون توب اوف اسكيميا برضه، يعني اسكيميا وعلى المدى البعيد الحته اللي ضعيفه من ال في دي بتتمدد وبتعمل انيوريزم، فممكن يحصل بيرزيستنت اس تي ريفيشن في اس جي. العيان جاي لي بعدها بسنه وسنتين وثلاثه وما زال عنده الاس تي عاليه، يعني اذا عيان لو جاله ام اي مثلا من 4 سنين وجاي لي بالاس تي عاليه، انا دلوقتي هبقى محتار، انا ممكن اكون قدام حاله ريزيدوال تشينجز من الام اي القديمه، او احتمال يكون ال في انيوريزم، ولا في ام اي جديده، كلينيكال بقى سنس بتاعك، البايو ماركرز، اعاده الايكو، كل الحاجات دي مع بعضها هي اللي هتخليك ان شاء الله توصل لاجابه سؤالك. يعني ما ينفعش يكون عيان جاي لي بريزيدوال اس تي ريفيشن وكيوهات في الاي سي جي كله، وجاي بهارت فيلير سيمتومز بينهج ورجله مورمه مفيش شست بين خالص، كارديك انزيمز مش عاليه قوي او مش بتتغير، واقول ده ستيم يلا ندخله القسطره. لا ما تدخليش القسطره وخلاص احتياط، لا عشان القسطره ليها الكومبليكيشنز بتاعتها، عشان عندها ياخد صبغه وهو كونجست بيدخل منها في البلمونه القديمه على الترابيزه، عشان في فاسكولار كومبليكيشنز كتير من القسطره انت في غنى عنها. فمن فضلكم بلاش تسرع في الحكم على العيان. طيب بس عايز اقول الاي سي جي بتاع البريكاردايتس ضروري لانه بيلخبط جدا مع الاستيمي. الاي سي جي بتاع البريكاردايتس هو ديفيوز اس تي اليفيشن، ده غالبا انفلاميشن في البريكارديوم كله، مش زي الام اي بتبقى واخده حته معينه. والمنطقي ان انا الاقي شرايين القلب كلها قفلت مره واحده، والعين ده جاي بيتمشى لي على رجليه كده اس تي اليفيشن في الاي سي جي كله، واقول ده استيمي في كل حته، يعني مش منطقيه قوي. ولكن البريكاردايتس اللي هو الانفلاميشن في البريكارديوم المحيط بالقلب كله غالبا بيبقى ديفيوز استي ريفيشن و بي ار سيجمنت ديبريشن. فاكرين من شويه، لا وانا من شويه قلت الاستي سيجمنت بيقارن ب، ليه مش بالبي ار؟ عشان بيحصل بي ار ديبريشن في بعض الامراض زي البريكاردايت. بصوا كده على الاس جي ده، ضل الاس جي ده لو جالي انا شخصيا في الاستقبال ممكن اقلق منه.
طب لو جالي عيان عنده شوية ريسك فاكتور، يعني شاب ماشي بس ادكت مثلا، شست بين مش بيوصف لي عدل برضه، مش قادر. اصل مش كل عيان البريكاردايتس يقول لك انا لما بنام الوجع بيزيد، ولما بهمل قدام الوجع بيقل، ومسمع هنا في الايدج في ترابيزيوس. لا، مفيش حد بيجي يوصف اللي في الكتاب ده، خاصة المريض المصري يقعد يسوحك شوية، الحتة دي وجعاني، الحتة دي وجعاني، انا عرقان، انا تعبان، ويبقى ادكت وهيفي سموكر وبتاع. فانا بقى قاعد دلوقتي مش عارف طب اعمل له ايه، ده انا خايف امشي على نون ستيرويدز وما ادخلوش القسطره يطلع فيه مصيبه سود، خاصه ده لو طلع اسكيميك غالبا يطلع فيه مصيبه، ممكن يطلع الليفت مين اللي هو الماسوره الشمال كلها فيها مشكله، عشان يبقى عامل منظر الاي سي جي الهوريبل ده، وممكن يطلع في النهايه بريكاردايتس ومحتاج شويه انتي انفلاماتوري وخلاص. احتمال في مرحله ما نضطر نصور العيان ده عشان نحسم الامر. واحد يقول لي انت مش لسه قايله لي بقى هو انا كل عيان هاخده صوره؟ لا، مش كل عيان، عيان قارئني احتمال يطلع فيه مصيبة، وانت تفضل تديله انتي انفلاماتوري ويطلع فيه مصيبة، فانا بدخله عشان عندي مبرراتي، مش عارف احسم الامر. طب ما تبصي عليه بالايكو كده يمكن تلاقي روما وخلاص، وتعرفي ان هو سكيميا. يعني ايه روما؟ يعني ريجونال وول موشن ابنورماليتي، يعني الجزء من القلب اللي البلاد سبلاي بتاعه قل بقى هايبوكاينيتك، يعني بيتحرك بشكل ضعيف، او اكاينيتك مش بيتحرك خالص، مش بيتحرك كويس بسبب نقص بلاد سبلاي. لو لقيتي الروما دي تقولي غالبا اسكيميا، لو ما لقيتيهاش خلاص خير وبركه، يبقى غالبا بريكاردايتس. الحقيقه انه الابسنس اوف روما مش كفيل لوحده انه يكسكيوت اسكيميا، ممكن يكون لسه ما حصلش الروما دي، في مشكله تانية ممكن يعلى شويه، وممكن يكون لسه معلش في الام اي لو العيان جاي لي مثلا تو ايرلي، ممكن يكون لسه ما لحقش يعلى. يا جماعه الطب ما فيهوش كده قوي، ما فيهوش حاجه ابسوليوت. لا بس عايزه اكمل كلامي، ممكن يبقى في روما ويطلع برضه بريكاردايتس. امتى؟ لو معايا مايوكاردايتس، انفلاميشن في المايوكارديوم والبريكارديوم مع بعض. ايه ده، هو لو حصل انفلاميشن في المايوكارديوم ممكن يحصل روما؟ ممكن يحصل جلوبال هايبوكاينيزيس، يعني كل السيجمنتس ما بتتحركش كويس، او ريجونال هايبوكاينيزيس، يعني حته معينه ما بتتحركش كويس. ايه ده، انت تقصدي ان انا في المايوكاردايتس برضه هتلخبط مع الام اي؟ اه هتتلخبط، ما انا حاطه لك دول ليه؟ عشان انت هتتلخبط. واحنا برضه بنتلخبط عادي. امال بتعملوا ايه بقى في العينين دول؟ بنضطر نصورهم قسطره استكشافيه. لقيتها نورمال كرونريز، ببتدي امشي بقى في سكه الايه؟ البريكاردايتس والمايوكاردايتس والتاكوتسوب والحاجات الباقيه دي. طب في عيان مش هيبقى عنده ريسك فاكتورز خالص، والشيست بين بتاعه بيحلف، ولا الاي سي جي بتاعه تيبيكال، وما لقيش روما خالص في الايكو، وما لقيش الكاردياك انزيمز حتى 2 و 3 سيتس بتاع، لا خلاص يعني ممكن ابقى ساعتها عندي مبررات ان انا ما اصوروش. عيان شاب وما عندوش ريسك فاكتورز خالص، وبيوصف شيست بين بتاع البريكاردايتس تيبيكال، والاي سي جي تيبيكال بريكاردايتس اللي هو ده بي ار ديبريشن وديفيوز اس تي اليفيشن، ومفيش روما، والانزيمات ما بتعلاش حتى في السيتس، مش اول سيت بس بقى، لا ده انا سحبت سيت تاني بعدها وسيت تاني بعدها. ساعتها ممكن ابتدي اطمن انه ده مش سكيمي. اهو كل اللي بالاحمر ده هو عباره عن الوايد سبريد، يعني واخد الاي سي جي كله اس تي اليفيشن مع سن الدي ار ديفبريشن، والعكس العكس بيحصل في الاي في ار، بلاقي بي ار اليفيشن واس تي ديبريشن. يعني لو الاي سي جي بتاع البريكاردايتس جالنا في الاستقبال كلنا هنحتار، لو جالنا ده في الاستقبال كلنا هنقف قدامه ونحتار. فانا بقول لك الموضوع ايه، كومبو كده على بعضه، شكل العيان والريسك فاكتورز اللي عنده والبرزنتيشن بالظبط والاي سي جي والكارديك انزيمز والايكو. لو عملت الحاجات دي ومشيت سيستماتيك ان شاء الله في النهايه توصل للتشخيص السليم. بس عايز اقول لكم قبل ما انسى، انا اسف، البريكاردايتس ممكن يحصل ككومبليكيشن مع الام اي، يعني ممكن الاثنين يجوا مع بعض. احنا نصور العيان فعلا، بس يعني مش هنصوره في كل الحالات، يعني لو هو بينطق ان هو بريكاردايتس ومفيش اس تي اليفيشن خالص فلوكالايزد كده في حته برده، يا اولاد زي ما انتم شايفين الاس تي اليفيشن بتاع البريكاردايتس اس تي اليفيشن مايع كده، مش هلاقي اس تي اليفيشن في السماء واقول لا ده بريكاردايتس. لا تاني هنا بقول ان احنا بنقارن بالتي بي سيجمنت، ليه؟ اهو جت اجابه السؤال، عشان البي ار سيجمنت احيانا بيبقى ديبريسد ببعض الامراض زي البريكاردايتس. انا بيقول لك انه احيانا ممكن يجي البريكاردايتس ككومبليكيشن من الام اي، فساعات ما هي الاسكيميا دي يعني ممكن يحصل انفلاميشن للبريكارديوم اللي مغطي الحته دي من القلب اللي فيها الاسكيميا، فممكن يبقى لوكالايزد. مش كومون الكلام ده، يعني الكومون بيريكاردايتس اي سي جي انه بيبقى ديفيوز اس تي اليفيشن.
هو البريكاردايتس لو جه في كومبليكيشن بالام اي هيبقى علاجه ايه؟ طبعا القسطره عشان اعمل ريفاسكولاريزيشن وهاي دوزس من الاسبرين. يعني في عيان البريكاردايتس عادي بستخدم انتي انفلاماتوري، ممكن استخدم بروفين مثلا بدل ما استخدم اسبرين بجرعات عاليه قوي. عيان الام اي كده كده هياخد اسبرين، بديله بس بجرعات اعلى شويه. انما بيقول لك لو الاس تي ريفيشن بيضحك ولا بيعيط، لو بيضحك يعني الحاجه البسيطه اللي هي البريكاردايتس، لو بيعيط يبقى كلام يعني فكسان قوي الصراحه. مش هقعد بقى اشوفه كونكيف ولا كونفكس وانا واقف في الطوارئ والعيان عمال يصرخ جنبي. طيب في حاجه تانية مهمه في البريكاردايتس، في البريكاردايتس الموضوع بيبتدي باس تي اليفيشن، ثم الاس تي سيجمنت تنزل، ثم التي ويف تبقى انفيرتد، ثم الاس جي يبقى نورمال. اس تي اليفيشن ثم الاس تي تنزل ثم التي ويف بيبتدي يحصل فيها تشينجز. اذا ما بيحصلش تشينجز في الاس تي سيجمنت مع التي ويف في نفس الوقت، مع الام اي ممكن، مع الام اي ممكن الاقي اس تي اليفيشن ومعاها التي ويف انفيرتد شويه. كل الكلام اللي انت بتقوليه ده يعني خليني احلف على العيان؟ الصراحه لا. امال ايه اللي هيخليني احلف على العيان؟ مفيش حاجه غير ستر ربنا وانك تمشي سيستماتيك وخلاص. لكن اقعد اقول لك بقى اصل هنا الاس تي اليفيشن، على فكره الاس تي اليفيشن عارفين الحوارات دي بحسها حوارات الامتياز كده، جايبين الكتاب بقى وعايزين نطبق بقى الكتاب دلوقتي على العيان. لا يا دكتور اصل الاس تي اليفيشن هنا معاها سنه كده انفيرتد تي كده، فلا لا ده مش بريكاردايتس. ماشي هو ده يعني اوكي وكل حاجه، بس مش ده اللي هيخليني ليا مبرراتي ان انا ما اشتغلش معايا او ما اجريش بيه على القسطره او كده. لا مش ده، الكلينيكال سنس اهم. فين الدبريشن دي؟ دي يعني تقصد اسمها انفيرتد تي مش اس تي ديبريشن. ماشي المايوكارديتس ممكن تيجي في صوره برضه ديفيوز اس تي اليفيشن سنه، صراحه ممكن يكون لوكالايزد يعني تبقى شبه الاستيمي، ابص بالايكو ممكن الاقيها شبه الاستيمي، اعمل تروبونين الاقيه عالي، وهعمل ايه بقى في الاخر؟ هنصور العيان. فعلا عيان المايوكارديتس ده موست بروبلي بيحتاج يتصور. بس برضو خليني اقول لكم ان لو جات لي عينه شابه وما عندهاش ريسك فاكتورز خالص وعندها مرض مناعي لوبس مثلا اللي هو كومون قوي ان هو بيعمل مايوكارديتس وبريكارديتس وكده، جالي بهارت فيلير سيمتومز مينلي في شست بنتبيكل، ببص عليها بالايكو لقيت جلوبال هايبوكاينيزيس والكونتراكتيليتي اللي هي كفاءه القلب ضعيفه شويه، انا هبقى متحمس اكتر للمايوكارديتس حتى لو الاي سي جي فيه اس تي اليفيشن. عيانه ما عندهاش اسكيميك ريسك فاكتورز قوي والهايبوكاينيزيس جلوبال، جلوبال يعني واخد كل السيجمنتس، فانا لو لقيت واخد كل السيجمنتس مش اول حاجه هشك فيها الاسكيميا، لان الاسكيميا يعني شريان معين قفل، يعني سيجمنت معين حصل له هايبو برفيوجن او قلل البلود سبلاي ليه، فسيجمنت معين اللي بقى هايبوكاينيتك الانفيريور بقى اللاترال الانتيريور. طب يعني معنى كلامك ان ما ينفعش يجي يعني الانفيريور مع اللاترال؟ لا ينفع، هما الاثنين اصلا بياخدوا من نفس البلود سبلاي. ما ينفعش يعني يجي الانتيريور مع الانفيريور؟ بصراحة ممكن. امال ايه؟ امال هنعمل ايه بقى في ال ان شاء الله معظم الحالات هتيجي كلاسيك، بس في حالات هتبقى معقدة. يعني في حالات احنا في الرعاية لو دكتور محمد حد بيمر معانا ودكتور ياسر وكده نقعد نتشاور وفي الاخر نقول يا جماعة عشان نطمن هندخل عين نصور، احنا ما بنعرفش ناخد قرار حاسم وبنبقى خايفين العين يبقى فيه مشكلة كبيرة ويبقى مزد مننا. المايوكاردايتس لو صورتها هلاقي الانجيو ايه؟ المايوكاردايتس لو صورته في القسطره هلاقي شرايينه عامله ازاي؟ غالبا نورمال، ده انفلاميشن في المايوكارديوم مش اسكيميا. والبريكارديتس نفس الكلام، والتاكوتسوبو اللي هي البروكن هارت سندروم نفس الكلام. اتفضل يا دكتور اتفضل. لا ليه الثلاثة برضو في إليفيشن؟ بص اللي تحت ده لونج ستريب فوقيه على طول دي الثلاثة. اه ممكن بوينت. لما كبرت ده بصوا
نكبر ونزود. طيب احنا قلنا دلوقتي من الديفرنشال دايجنوز ايه؟ بيريكاردايتس والمايكاردايتس اللي هي علاجه وانتي انفلاماتوري، شايفين انه في فرق شاسع في العلاج ازاي؟ طيب الهايبر كاريميا ممكن يبقى فيه سنه اس تي اليفيشن زي ما انتم شايفين ومعاها هايبر اكيوت تي. ما هو تعريف الهايبر اكيوت تي؟ اكتر من مربعين كبار في انهي ريتس؟ في الشيست ريتس، واكتر من مربع واحد كبير في الليمب ريتس. اكتر من مربعين كبار، انتم شايفين هنا كم مربع كبير؟ واحد اتنين، ممكن يكون مش باين قوي من عندكم، اكتر من اربع مربعات كبيره. يعني الهايبر اكيوت تي دي هنبقى نتكلم عنها بعد شويه، ده يعني ممكن تكون تغيرات تانية مصاحبه للهايبر كاريميا. طبعا شهيره قوي البرادي اريزمياس مع الهايبر كاريميا، اب تو ان العيان ممكن يجي باي جريد من الهارت بلوك اب تو كومبليت هارت بلوك، وممكن يجي كمان بفنتريكولار اريزمياس بي اف او في تاج. ده شكل عيان مثلا خلاص بيأرست مثلا من الهايبر كاريميا. كومبلكس بيبقى وايد شويه، البي ويف بتبقى فلات، سنه استي اليفيشن. يعني الاي سي جي اللي قبله كان احلى. ده كومبلكس بيبقى وايد سنه، الاستي سيجمنت عالي سنه، هايبر اكيوت تي، فلات بي ويف، اني جريد من البرادي اريزمي اب تو كومبليت هارت بلوك. فدي تغيرات مصاحبه للهايبر كاريميا. لو لقيتها في الاي سي جي مع شكل العيان مش جايب تيبيكال شيست بين، لازم تشك اكتر في هايبر كاريميا. زي ما بقول لك ده تحليل مش هياخد دقيقتين، وكوركشن بتاع الهايبر كاريميا مش صعب، حاجه لايف سيفنج. ولو شخصته غلط وقلت عليه ستيمي ودخلت بيه القسطره، يبقى بتضر العيان مش بتفيده، مش بتصلح الهايبر كاريميا، سايب العيان يخش منك في اريزميا لحد ما هيأرست منك، ومفيش اي جدوى من دخول القسطره. طيب خلاص الليفت باندل بقى قفلناها بحثا، وقلنا الليد سيلول عادي هيبقى فيها سنه اس تي اليفيشن. فلو عايز اشخص معاها الاستيمي بعمل ايه؟ زائد الاكيوت اونست ليفت باندل. وممكن ما يبقاش فيه سجربوز وما يبقاش فيه اكيوت اونست ليفت باندل وتطلع في الاخر الليفت باندل بتاع اسكيميا، ممكن. طب هنعرفها ازاي؟ والعين جاي لي بتبكي الشيست بينه عموما بقى في كل الاحوال، حتى لو الاي سي جي نورمال تماما مش هروحه البيت. وهتعملي فيه ايه؟ هعمل له سيريال اي سي جي، هعيد له الاي سي جي كل شويه، وهسحب كذا ست من الكاردياك انزيمز اتاكد انها ما بتعلاش. فكده كده حتى لو نورمال اي سي جي، احنا قلنا ان النورمال اي سي جي مش هيكسكلود الاسكيم. سيبكم بقى من البرجيده والهايبوثيرميا والكلام ده كله، خلينا نقول ان هو اختصارا للكلام عشان افرق كل الحاجات اللي قلناها دي عن بعض. الكلينيكال برزنتيشن، شايفين العيان اللي ماسك صدره ده، شايفين ماسكه الصدر دي، غير اللي يجي يقول لي الحته دي وجعاني، الحته دي يعني غير عامل لي كده، وشكل العيان والريسك فاكتورز اللي عنده. المورفولوجي بتاع الاس تي هي كونكيف ولا كونفكس؟ سيبكوا بقى من كونكيف وكونفكس، مش مقتنع بيها قوي. طيب هل هي واخده تريتوري معين، يعني حته معينه، ولا ديفيوز في الاي سي جي كله؟ كل ما كانت واخده حته معينه ومن الليتس اللي بيعبروا عن نفس الوول، كل ما اشك في اسكيميا اكتر. طيب فوق بيقول لك ده انفرولاترال استيمي، وتحت بيقول لك ده اكيوت بيريكاردايتس. ما فيش قد ايه شبه بعض، حاجه في منتهى السخافه الصراحه. يعني ما علينا، الماجنتيود بتاع الاس تي اليفيشن بقول لكم بتاع البريكاردايتس ده رفع ملي بالعافيه، 2 ملي. لكن بصوا لو لقيته بقى عامل ينفع يجي لي ده واقول والله انا شاكك في البريكاردايتس اللي مكتوب عليها ستيمي بالاحمر دي، يعني اس تي في السما اهو، واقول انا معلش انا يا دكتور على ايام البريكاردايتس اصل الاس تي بتضحك. اسوشيتد ساينز، لو في ريسيبروكال تشينجز ها شك اكتر في ستيمي. طب لو في حاجات من الاسوشيشنز اللي مع الهايبر كاريميا شك اكتر في هايبر كاريميا. طب لو في بي ار سيجمنت ديبريشن شك اكتر في بيريكاردايتس. طيب دي الاسوشيتد ساينز. اذا الكلينيكال برزنتيشن، المورفولوجي والديستريبيوشن والماجنتيود، الماجنتيود يعني درجه ارتفاع الاس تي سيجمنت، والاسوشيتد اي سي جي ساينز كلهم مع بعض، بلس طبعا الانفستيجيشنز الاخرى زي الكاردياك انزيمز والايكو، ان شاء الله في النهايه يوصلوك بدرجه كبيره للتشخيص السليم. واخيرا استيمي شود بي دايجنوزد، يعني طول ما انا ما وصلتش لتشخيص استيمي، هذا العين استيمي، استيمي انتل بروفد اذروايز. ليه بتقولي كده؟ لان هو اكتر حاجه فيتال في كل اللي قلناه، فده لو مزد مني العين هيموت. الحاجات اللي باقيه يعني الهايبر كاريميا برضو ساعات بتموت بعد شويه لو فضلت مطنش العين شويه،
بس الام اي ده العيان ممكن يموت في 5 ثواني، ممكن يحصل له في تاك في 5 ثواني وانت مروحه كده على باب الاستقبال، يحصل له في تاك ويموت. حاجه اسمها ترانزنت اس تي اليفيشن، عيان جاي لي من بره باس تي اليفيشن بعيد رسم القلب عندي، حطيت له داينايترا مثلا وبتاع حتى من غير ما احط له، بعيد رسم القلب لقيت الاس تي نزلت، الحمد لله يا رب الاس تي اليفيشن فكت، روح يا حاج. لا مش هيروح، المفروض يخش القسطره خلال 24 ساعه، يتحجز عندك تبدا انتي سكيمك عادي يخش القسطره خلال. طب لو هو عندي بقى في الرعايه حصل تاني ري اليفيشن او الشيست بين رجع تاني، كده تدخله القسطره خلال ساعتين، يبقى ترانزنت اس تي اليفيشن بيقلقني. اه بيقلق، تمام. ممكن يكون حصل سبازم، بس يعني الشريان بيقفل، عمال يقفل ويفتح ويقفل ويفتح، يعني طب ما فتح اهو الحمد لله. لا ما هو غالبا بيقفل ويفتح على ليجن، يعني في بلاكايه هنا او حاجه الشريان بيقفل عليها، فغالبا في دي اصلا اندرلاينج ستينوزس بيحصل عليه السبازم ده، فالستينوزس ده محتاج توسيع، محتاج قسطره ودعامه. فمن فضلك الترانزينت اس تي اليفيشن مش معناه انه روح يا حاج، الحمد لله الجلطه خفت. ودي الحاجات اللي ممكن تعمل سبازم. طيب هو ده منظر عيان كان جاي لي من بره باس تي اليفيشن، بعمل الاس تي سيجمنت نزلت، فبيقول لك انه العيان ده المفروض يخش خلال 24 ساعه، لو حصل ري اليفيشن او الشست بين رجع للعيان وهو عندي في الرعايه بعد ما كان خف رجع تاني، انت ليك الحق ان انت تدخل العيان القسطره بشكل ارجنت. لو الاس تي سيجمنت فضلت معلقه في السماء كده بعد سنه وسنتين وثلاثه، ممكن اشك ان فيه ال في انيوريزم، ده البلج اهو، الحته دي من المايوكارديوم ضعفت، حصل فيها ام اي قبل كده وتحولت لسكار وضعفت فعملت لي الانيوريزم. طب والانيوريزم ده حاجه وحشه؟ اه ممكن يحصل عليه اريزميا ويحصل جواه ثرومبوس، تتكون جواه ثرومبوس، والثرومبوس دي تفضل تشاور بقى في اي حته في الجسم، تعمل له جلطه، تعمل له ستروك، تعمل له ليمب سكيميا، تعمل له اي حاجه. والمانجمنت بتاعه بيختلف على حسب هو عامل كومبليكيشنز ولا لا، بس مش قصتي دلوقتي. انا بس بقول لك ان الاس تي معلقه في الاي سي جي قد تكون اللي في انيوريزم، مش بالضروره تكون معناه ان في ام اي جديده ولازم ادخل عيان القسطره دلوقتي. طيب نورمال التي ويف بصه لفوق واقل من مربع كبير في الليمب ليدز واقل من مربعين في الشيست ليدز، فالتغيرات اللي ممكن تحصل فيها يا اما تبقى اسمها هايبر اكيوت، عاليه زياده عن الطبيعي، اللي هي معديه مربع في الليمبليتس، معديه مربعين كبار، غالبا بتبان اكتر في الشستريتس، معديه المربعين كبار في الشستريتس، ممكن تكون مقلوبه انفرتد، ممكن تكون باي فيزيك، يعني حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. ها بيقول لك الهايبر اكيوت تي لو نارو بيزد وبيجد، يعني البيز بتاعتها ضيقه ولا البيز بتاعتها واسعه، ولا مش مقتنعه بالكلام ده برضو، ما تقوليش لو نارو بيزد دي غالبا هايبر كاليميا، يعني البيز بتاعتها من تحت ضيقه اهي، البيز بتاعتها من تحت ضيقه، لو البيز واسعه شويه تبقى دي اسكيميا. لا انا مش هقعد برضو في الاستقبال اشوف التي ويف البيز بتاعتها ضيقه ولا واسعه، امال هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا من شويه، زي ما كنا شاكين بين البريكاردايتس والاستيم، عملنا ايه؟ شفنا العيان شكله عامل ازاي والريسك فاكتورز ايه والبرزنتيشن بتاعه ايه وتحليل البوتاسيوم بتاعه ايه اللي بيطلع في 3 دقائق، ما نحسم الموضوع وخلاص. يعني هي لو جات لي يعني نارو بيز خلاص استبعد الاسكيميا كده وانا لا طبعا. يقول لك لو اسيمتريكال يعني الاسندنج ليمب شكله مختلف عن الديسندنج ليمب، يعني لو قسمت التي ويف كده خط في النص يبقى الحته اللي طالعه مش شبه الحته اللي نازله، يبقى ده ممكن يبقى نورمال. انا لسه هشوف الحته اللي طالعه والحته اللي نازله. يا جماعه الهايبر اكيوت تي فايندنج يحترم في الاي سي جي، لانه سواء هايبر كاليميا او اسكيميا الاثنين حاجات فيتال. ماشي طيب ده شكله هايبر اكيوت تي، ايه دي؟ ايه شكل الاي سي جي ده؟ اي سي جي قلناه من شويه تلكو اب سلوبنج اس تي ديبريشن وراه هايبر اكيوت تي، برافو. شكلهم انا في ناس حضروا بس الكورس قبل كده ماشي يا شباب. طيب لسه قايلها لكم من شويه، اب سلوبنج اس تي ديبريشن جاي من تحت لفوق فولود باي هايبر، وقلنا دي بندي عليها ستريبت، برافو قولي بصوت عالي الستريبت الايه؟ الستيم. هو ايه تعريف الستيم؟ فانهي ليتس؟ برافو، حد يقول لي كده الليتس الاخوات؟ قول وي في اف دول بتوع ايه؟ ها؟ ماشي ومين تاني لاترال؟ برافو، ومن في واحد لفي سته انتيريور او انترولاترال، برافو. شايفين منظر الهايبر اكيوت تي؟ ده من في واحد لفي سته شيست ليتس اكتر من مربعين
كبار يبقى هايبر اكيد تي، سيبك من وايت بيز ونارو بيز وبتاع، انت قدام هايبر كاريميا فيرسس اسكيميا فيرسس نورمال. نورمال دي شخصها بقى في الاخر لما يبقى العيان جاي قلم وبيتمشى وما عندوش ريسك فاكتورز ومش قاريني في حاجه، والبوتاسيوم بتاعه كويس والانزيمات طلعت كويسه والفولو اب اي سي جي ما طلعش فيه حاجه والايكو ما طلعش فيه حاجه، بقول له بقى بروح بقى بالتي ويف بتاعتك دي. لكن مش اول حاجه كده، ده من بي 1 لبي 6 بس. ماشي، هو ايه تشخيص ال في اتش؟ يعني دكتور نور لسه 1 2 3 انت شايفه معدي السبع مربعات كبيره، لا شايفه معدي السبع مربعات كبيره، التورست ار معدي ليست اس، طب بمناسبه ال في اتش هو ال في اتش ساعات بيلخبطني فعلا مع الاستيم عشان هو ما بيقولش حاجه غلط برضه. يعني ال في اتش بيبقى معاه سكندري تشينجز شبه كده اللي قلناه في الليفت باندل، ممكن برضه تلخبطني. تخيلوا بقى ان في حالات ال في اتش بتجيلنا وبنحتار، هو ده ستيمي ولا ده شكله كده ال في اتش؟ هتحتاروا؟ اه هتحتاروا، هنعمل ايه؟ طب انا يعني معنى شكيت انه غالبا الاس تي سيجمنت مش في السما قوي شكلها كده، يعني طالعين هايبرتنسيف ولا لا؟ uncontrolled hypertension ولا لا؟ الايكو في ال في اتش ولا لا؟ طب جاي لي دلوقتي بشوست بين تيبيكال ولا لا؟ طب في روما في الايكو ولا لا؟ طب الانزيمات عامله ايه؟ عادي العين اللي انا متشكك فيه مش لازم اجري بيه قوي على القسطره، عادي كمل معاه وان شاء الله هتوصل برضه. طيب خلي بالكم الهايبر اكيوت تي والديب سيمتريكال انفيرتد تي بيقول لك ان بعض الحالات بتقلب ستيمي بعد شويه، يعني احنا شفنا العيانين دول قعدناهم جنبنا كده ساعتين لقيناهم قلبوا ستيمي. فانت لو قلت لنفسك الله ده مش ستيمي والانزيمات مش عاليه روح يا حاج، والحاج روح وبعدها بساعه دخل في ستيمي، لا ما تروحوش اصلا حتى لو الاي سي جي ما فيهوش حاجه. دي بقى الانفيرتد تي بقى اول تغير في التي ويف هو الهايبر اكيوت تي، تاني تغير هو الانفيرتد تي بقت مش مقلبه، يقول لك سيمتريكال ولا اسيمتريكال، يعني لو رسمت خط في النص يقسم التي ويف الحته اليمين شبه الحته الشمال ولا لا، مش مهم. انفيرتد تي في تي ويف اكتر من 5 مللي في الدبس يعني ديب انفيرتد تي ويف تحترم، خاصه لو العيان جاي تيبيكال بين. الديب سيمتريكال تي ويف دي احنا بنسميها ويلن سندروم، معادله للاستيمي، يعني جاي لي تيبيكال بين اي سي جي في ديب سيمتريكال تي ويف انفيرجن اجري بيه على القسطره، يعني ما ينفعش ادي ستريبت لا. طب انا ده بيني وبين المكان بتاع القسطره اكتر من 120 دقيقه، لا اخرك ان انت تديله انتي سكيميك ونايتريتس مثلا لو العيان عنده فيه شست بين وتحول. ويلن سندروم في ناس تقولها فالين سندروم يعني. طيب لو اسيمتريكال تي ويف انفيرجن دي بقى بتحصل اكتر مع ال في اتش، ما تشوفوا رسومات ال في اتش كتير هتعرفوا معنى التي ويف تشينجز اللي بتحصل معاها. يا ولاد دي اسيمتريكال تي، يعني اذا جيت قسمت التي ويف كده هيبقى الديسندنج ليمب مش شبه الاسندنج ليمب. هل ده معناه ان انا يعني التي ويف بس اللي هيقرر هي بتاع اسكيميا ولا لا، كونها سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ لا، كل النهارده الاجابات على اسئلتكم لا، باي فيزك حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. دي ممكن تكون نورمال فاريانت، دي اقلهم شويه في الخطوره، يعني دي فايندنج لو لقيتها في الاي سي جي ممكن تكون نورمال، ممكن تكون موجوده في عندنا في النورمال اي سي جي عادي. طب انا هقرر ازاي؟ من شكل العيان، يعني ممكن تطلع اسكيميا في الاخر ما تطلعش نورمال، ممكن. طيب هنا بقى بيقول لك ان في حالات من الهايبر اكيد تي ويف او الديب سيمتريكال تي بتقلب انتيريور ستيمي، الوالين سندروم في 75% من الحالات ممكن تقلب انتيريور ستيمي، فلا تستهينوا بيها خالص. الاس تي سيجمنت ديبريشن، ديبريشن هتقارنيه بايه؟ بالتي بي سيجمنت. وانا لما باجي اقول ديبريشن والاليفيشن ببقى قصدي يعني حته في السيجمنت الجي بوينت ليه تقريبا اللي السهم مشاور عليها دي بدايه الاس تي سيجمنت. عندي اشكال مختلفه من الاس تي ديبريشن، الهوريزونتال والداون سلوبنج نازل زي الزحليقه كده من فوق لتحت، والاب سلوبنج من فوق لتحت، اوحشهم الداون سلوبنج يليه الهوريزونتال واقلهم في الوحاشه الاب سلوبنج، او الاحتمال في الاخر يطلع مش اسكيميا. يعني عايز اقول على حاجه مهمه في الاس تي ديبريشن، احنا خلاص بنخلص. قبل ما تقول لي ان ده اس تي ديبريشن بتاع النون ستيمي لازم تفكر في ثلاث حاجات. الحاجه الاولى
اسال نفسي احتمال الدبريشن ده يبقى ريسيبروكال تشينجز بتاعت ستيمي ولا لا. ليه بقى؟ ان شاء الله عشان لو جالي الاستقبال عيان في شست بين، ببص في الاي سي جي لقيت اس تي دبريشن، قمت جاري اتسرعت وشخصت ان هو نون ستيمي، طلعته الرعايه وحجزته، شاطر انا طلعته وحجزته وهبتدي له اسبوسيد وبلافكس والدنيا تمام. نسيت تبص على بقيه الاي سي جي حضرتك، في ستيمي اهو، في ستيمي في حته تانيه انت ما بصيتش عليه، والعين المفروض ياخد ستريبت او يدخل القسطره. يبقى في وجود الاس تي ديبريشن اول سؤال تساله لنفسك، هل الاس تي ديبريشن اللي قدامي هو ريسيبروكال تشينجز لستيمي ولا لا؟ السؤال الثاني، هل دي بوستيريور ستيمي ولا لا؟ مش البوستيريور ستيمي بتيجي في صوره اس تي ديبريشن؟ ليه بقى مش مهم بقى؟ ما انت سكيمك خلاص. لا انا لسه قايله من شويه ان البوستيريور ستيمي علاجها ايه؟ زي اي ستيمي، يا ستريبت يا قسطره. امال النون ستيمي علاجها ايه؟ لان النون ستيمي مختلفه في بعض الحاجات. حاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن بنعمله للعيان، والعيان الهاي ريسك غير العيان الانترميديت ريسك غير العيان اللو ريسك، كل واحد فيهم بيبقى ليه مانجمنت مختلف. اذا السؤال الاول، هل دي ريسيبروكال تشينجز ولا لا؟ السؤال الثاني، هل دي بوستيريور ام اي ولا لا؟ طب ما انا الحمد لله يا ستي ما فيش اي انفيريور ولا لاترال ستيمي، ايه اللي هيخليها بوستيريور؟ مش انا قلت ان البوستيريور ستيمي ممكن في حالات قليله تيجي ايزوليتد لوحدها؟ طب هعمل ايه بقى لو شكيت في بوستيريور ستيمي؟ حد شاطر يقول؟ حد يقول البوستيريور اس جي بيتعمل ازاي؟ البنات بقى شويه، ايه يا بنات؟ الكورس اللي فات البنات كانوا مكتسحين. لا الصراحة الكورس ده للولاد أصلا. حد يقول بوستيريور اس جي بتعمل ازاي؟ انكسرت ولا لا؟ بس يعني البنات حاساهم هو ان انا مش مركزة معاهم. حد يقول البوستيريور اس جي بتعمل ازاي بسرعة؟ ماشي يلا ها نقلهم نحطهم ورا شوية. يبقى رقم اتنين اتاكد انه مش بوستيريور ستيمي. رقم تلاتة اتاكد انه مش هذا الاي سي جي السخيف اللي هو اس تي ريفيشن في اي في ار وديفيوز اس تي ديبريشن. شايفين كلمه ليفت مين ايكويفالنت اللي تحت ده؟ ما هو الليفت مين؟ قلته من شويه، الماسوره الرئيسيه الشمال اللي هي بتطلع الليفت انتيرير ديسندنج والليفت سيركمفرنس اللي بيلف. طب وماله يعني ما بلفت مين؟ بقول لك الماسوره الشمال اللي هي بتطلع التو برانشز مقفوله، هي اللي مقفوله. عيان وحش جدا طبعا. فمن فضلك اما الاقي ديبريشن كده في حته ما تنساش تبص على باقي الاي سي جي. لو لقيت اس تي ديبريشن في اي في ار وديفيوز اس تي ديبريشن في الاي سي جي كله، اجري بالعيان ده على الاسطر. دول الثلاث حاجات اللي لازم استبعدهم قبل ما اقول ده الحمد لله نون ستيمي عادي مفيش مشكله، ادخله واعمل له ريسك ستراتيفيكيشن وابتدي له انتي سكيمك واقرر هعمل معاه ايه. حد يقول لي بقى الثلاث حاجات ثاني؟ برافو. تاني حاجة بوستيريور ستيمي. تالت حاجة الاي سي جي الوحش ده اللي هو ستي ريفيشن في اي في ار وديفيوز ديبريشن. يقول لك ذا ديبر ذا اس تي ديبريشن، زي ما قلنا في الاليفيشن كل ما الديبريشن يبقى اكتر، كل ما ياخد قطاع اكبر من الاي سي جي كل ما ابقى قلقان منه اكتر. واخيرا بقى بعيدا عن الاكيوت العين الكرونيك، في بعض الحاجات التانية في الاي سي جي اللي ممكن تكون بتنبئ بسكيميا زي البور ار ويف بروجريشن اللي هي الطبيعي تبدا صغيره في دي واحد واثنين وتكبر بالتدريج، انا لاقيها ما بتكبرش قوي، فممكن احتمال تكون دي علامه سكيميا بس بتحصل برضو في امراض تانية عادي. الليفت باندل خلاص قلناها احتمال تكون علامه هارت فيلير واحتمال تكون علامه سكيميا، والرايت باندل نفس الكلام احتمال تكون نورمال فاريانت واحتمال تكون اسكيميا واحتمال تكون لاسباب ثانيه مبوظه الرايت فنتريك لاي سبب. خلاص بقى النورمال ليفت باندل والنورمال رايت باندل انتوا المفروض ايه دي؟ النورمال اي سي جي ان ا بيشنت ويز تيبيكال تشست بين دوزنت اكسكلود اسكيميا. السيريال اي سي جي واهميه الكارديك انزيمز، اهميه البوستيريور ليدز، اهميه الرايت ليدز حتى لو العيان الستاندرد اي سي جي بتاعه ما فيهوش حاجه significant. بس شكرا.